تتر هوا على طول كده. بإيدين أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل، بالصبر هيحلى وهيهون، يا رب بفضلك قدرنا، وعلى كل العقبات دي نصرنا، والصحراء الصفراء تخضرا، وساعدنا بإيدنا مشاهدينا الكرام. بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم من سيزرع المليون. النهاردة عندنا موضوعات مهمة تهم أصحاب مشروع المليون ونصف فدان، وهيشرفنا ضيوف كرام متخصصين في الأنشطة اللي هنتكلم فيها النهاردة مع حضراتكم. النهاردة هنتكلم عن تربية الماعز البور. طبعا نوعية ماعز البور يمكن تكون نادرة التواجد في مصر، ولكنها موجودة في دول كتير. حتى الاسم يعني يمكن مش دارج ومش معروف قوي. في معلومات تهم كل الشباب المهتمين بالتنمية الزراعية والحيوانية، أصحاب مشروع المليون ونصف فدان بالأخص، لأنهم شباب يبتدوا مشروعات جديدة، دايما بيبحثوا على الجديد في الاستثمار اللي يقدر يحقق لهم ربحية أكبر، يعني بالمقارنة ما بين من سبقوهم في التنمية الزراعية. خلينا نقول ضيوفنا النهاردة متخصصين في المجال. معانا في الفقرة الأولى باشمهندس سامي حسونة، مستثمر عربي متخصص في تربية الماعز البور، وخليني أقول كمان أنه هو بيستثمر في مجال تربية الماعز البور على الأراضي المصرية. وكمان معانا في نفس الفقرة أستاذ مدحت العربي صاحب إحدى المزارع. وعندنا فقرة تانية هنتكلم فيها مع الدكتور عيد المنياوي، هيكون مشرفنا، باحث في قسم بحوث الأغنام والماعز، وهنتكلم معاه عن تفاصيل ماعز البور وإمكانية الانتشار لفكرة تربية ماعز البور. وهو طبعا بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، يعني متخصص ويقدر يدينا المعلومة صحيحة. كمان معنا فقرة ثالثة هيشرفنا فيها البشمهندس محمود محمد الدهراوي، الملقب بفلاح الغلابة، ودايما بننتظر منه المعلومات الهامة جدا. خليني أقول لحضراتكم بعض الأخبار. زي ما حضراتكم اتعودتوا مننا ان برنامجنا باستمرار بيتواجد معاكم بالمعلومات الهامة عن القطاع الزراعي وكمان الانتاج السمكي والحيواني، لان جزء لا يتجزأ من المشروعات الزراعية التنمية الداجنية والسمكية والحيوانية. باستمرار هيكون معانا الجديد علشان حضراتكم تتمكنوا من اعداد دراسات الجدوى للفرصة والفرصة البديلة واختيار اللي يناسب الإمكانيات والظروف الخاصة بشبابنا. نبتدي معاكم أول خبر. معانا خبر يهمكم جدا، بيأكد أن في شباب بيحب الزراعة وبيحب بلده وعايز يعمل حاجة جديدة، قاموا بمبادرة اسمها شجرها. طبعا يمكن كتير من حضراتكم ما سمعوش عن المبادرة، وحبينا نلقي الضوء عليها لأن الشباب دول عملوا مجهود كبير وقدروا يعملوا يحققوا هدف مهم جدا، هو نشر زراعة الشجر المثمر في الشوارع المتنوعة في كافة أنحاء الجمهورية ومحافظات عديدة. طبعا هم حبوا يستبدلوا شجر الزينة بشجر مثمر. الفكرة طبعا فكرة موجودة في دول كتير اشتغلوا على نفس الفكرة، زي برضو فكرة زراعة البلكونات وزراعة الأسطح. معانا اتصال تليفوني. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عمر سامح. أهلا بيك يا فندم.
ازاي حضرتك بقى؟ حضرتك صاحب مبادرة شجرها. تمام. أولا يعني فكرة يترفع لها القبعة، وفكرة هايلة، وكمان مش مجرد فكرة، حضرتك قدرت تنفذها بالفعل وتجتذب مجموعة من الشباب عدد لا بأس به، وقدرتوا بالفعل تنجحوا في المبادرة وتشجروا أماكن كتيرة في محافظات كتيرة. يعني أنتوا عددكم 15 شاب، نجحتوا في زراعة حوالي 22 ألف شجرة مثمرة في 8 محافظات، مجهود كبير، ألف تحية ليكم. اتفضل يا ربنا فندم. يخليك يا فندم، ربنا يخليك، متشكر قوي لذوقك تسلم يا فندم، ودعمك. اتفضل. هو الحمد لله يعني الفكرة نجحت، احنا بقالنا أكتر من سنتين عاملين مبادرة شجرها. طبعا الهدف إن احنا نزرع شجر مثمر في الشوارع وفي الأماكن العامة وفي المدارس بدل شجر الزينة. الحمد لله هي الفكرة بدأت بشجرة مثمرة واحدة كنت أنا عايز أزرعها قدام بيتي، بس الحمد لله دلوقتي أكتر من 22 ألف شجرة مثمرة اتزرعوا في 8 محافظات في مصر، والفكرة كمان بس الوقت انتشرت في قد ايه الدول يا فندم؟ العربية. الوقت اللي حضرتك اخدته في زراعة العدد الكبير ده من الشجر؟ في سنتين احنا بدأنا في أبريل 2016، فاحنا بقالنا دلوقتي 2 و3 شهور تقريبا يعني بدأت كمان المبادرة. في جلد، يعني حضرتك كنت مصر ان تنجح فكرتك وفضلت وراها لأكتر من سنتين. عدد طبعا طبعا 22 الحمد ألف لله شجرة في 8 محافظات، مجهود عظيم. الحمد لله. الفكره يعني زي ما قلت لحضرتك بدات بشجره وفي مجهود بقى ان احنا عايزين ننشر الفكره وننشرها اكتر واكتر، وبلاقي ناس كتيره متحمسه للموضوع. الحمد لله عملنا حوالي 80 فعاليه ناجحه، ودخلنا 20 مدرسه ونشرنا فيهم الفكره، وكمان السنه دي سنه 2018 اللي هو عام ذوي الاعاقه اشتركنا معاهم حوالي 3 جمعيات اشتركوا معانا وزرعوا بنفسهم خليني بس ولسه أصحح، ذوي القدرات الخاصة او ذوي القدرات الخاصة. المتميزة. بالظبط بالظبط ذوي القدرات الخاصة. لا الحمد لله احنا عاملين تنوع كويس قوي، سواء زراعة شجر مثمر في الشوارع وفي المدارس او نشر زراعة البلكونات والاسطح بنباتات طبية وعطرية او خضروات. الحمد لله دلوقتي 22 ألف شجرة مثمرة وحوالي أكتر من 1000 بلكونة وسطح بتزرعوا، و80 فعالية ناجحة و20 مدرسة اشتركوا في المبادرة، وبنروح ندوات، نعمل ندوات كتير مجانية. يعني لسه في آخر حاجة إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية عندنا ندوة في ساقية الصاوي هننشر فيها فكرة زراعة الشجر المثمر، وهيبقى في معانا دكاترة متخصصين في مراكز البحوث هيتكلموا عن الأمن الغذائي في مصر. بس خليني فإحنا في الحمد البداية لله يا فندم، يعني هل حضرتك متخصص؟ هل حضرتك مثلا خريج زراعة؟ ولا جات منين فكرة اهتمام حضرتك بالزراعة؟ لا هو يعني انا مش متخصص في الزراعه او مش مهندس زراعي، انا مهندس بترول، خريج هندسه بترول 2008، وهي الفكره جت بالصدفه يعني انا ما كنتش مرتب لها خالص. يعني هي الفكره جت من سنتين كده ان انا كنت شايف ناس بتاكل من شجر مثمر مزروع قدام بيتي وما كنتش اعرف ان هو شجر مثمر، وانا حبيت الفكره فقلت ليه ما انشرش الفكره عندي في الشارع اللي انا ساكن فيه وازرع شجر مثمر. فمن هنا بدات بقى المبادره، بعدها بحوالي 3 ايام الفكرة كبرت أكتر وأكتر وحولت الفكرة للمبادرة وسميتها شجرها وعملت اللوجو بتاعها وعملت صفحة على الفيسبوك باسم شجرها، والحمد لله الموضوع بدأ يكبر يكبر لحد دلوقتي احنا عدينا 67 ألف عضو على الصفحة. السوشيال ميديا فندم كان يعني يد عون لانتشار الفكرة؟ السوشيال ميديا ليها تأثير كبير، زائد كمان الجرايد والوسائل الإذاعة والتلفزيون برضو كان ليهم يعني مساهمة كبيرة جدا في نشر الفكرة زي ما طب حضرتكوا هو كده ده اللي خلى حضرتك. حضرتك تقدر توصل لعدد الشباب المتعاونين مع حضرتك وتجمعوا بعض وتقدروا تشتغلوا على التنفيذ بالقوة دي؟ هو طبعا توفيق من عند ربنا أولا وأخيرا، أكيد. بعد كده طبعا الإصرار على النجاح، لما نلاقي الواحد بينجح كده في حاجة لا ده بيشجع الواحد أكتر وأكتر إن هو يكمل. كمان حاطط خطة قصيرة المدى إن أنا نفسي أزرع 100 ألف شجرة مثمرة لحد 2020، وعايز أزرع 1,000,000 شجرة مثمرة لحد 2030 إن شاء الله. طيب نوعية الإثمار إيه يا فندم؟ يعني الأشجار اللي حضرتك بتزرعها بتثمر إيه؟ والله هو إحنا محددين حوالي 6 أنواع من الشجر المثمر، دول رعايتهم بتبقى سهلة في الأراضي المصرية ويعني مش محتاجة مجهود كبير، يعني زي شجر الليمون والبرتقال واليوسفي اللي هو الموالح، وفي الجوافة والرمان والتين والخوخ والمورينجا، دول حوالي ممتاز. 6 7 أنواع
دول مثبتينهم في المبادرة يعني. طيب يا زائد فندم، طبعا بالنسبة للتمويل، يعني أكيد زي ما حضرتك عارف إن أي مشروع بيكون محتاج مع الفكرة نواة للتمويل، إزاي بالظبط. اشتغلت وإزاي مولت المشروع؟ والله هو الموضوع كله يعني هو صدقة جارية، ففي ناس كتير عاجباها الفكرة وعايزة تعمل صدقة جارية، حلو، فبتساهم في الموضوع بزراعة شجر مثمر. ده نوع جديد من ال من يعني من الفكر، يعني كنا دايما نشوف صدقة جارية بشكل مختلف، لكن بالظبط. زراعة شجرة مثمرة تبقى تقدر تقنع بيها ان دي صدقة جارية، ده لوحده مجهود كبير. بالظبط، لان كمان يعني في كذا حد كان عامل موضوع شجر مثمر ده وتوفاهم الله يعني، والشجر المثمر ده لسه موجود وبيدي ثمره، وده صدقه جاريه عن اي حد سواء عايش او متوفي، فدي حاجه ممتازه جدا والناس عجبتها الفكره يعني. طب لسه اخر القاهرة كان حاجه ليها نصيب يا فندم؟ القاهرة القاهره ليها نفوذ كبير جدا يعني، عندنا في العبور ده يعني اكتر بقى الاماكن، لان دي انا المدينه اللي انا ساكن فيها، فزارعين فيها شجر كتير مثمر، ولسه اخر حاجه كان في مدينه 6 اكتوبر لسه زارعين 600 شجره مثمره، برضه 5 انواع اللي انا قلت لك عليهم. ده بقى طبعا المحافظات التانيه يعني، احنا رحنا الواحات البحريه، رحنا راس البر، لا رحنا اماكن كتير الحمد لله. طيب خليني أسأل حضرتك، الرعاية الخاصة بالأشجار دي بتتم إزاي؟ ما هو اللي بيميز بقى المبادره كمان رعايه الشجر. احنا بنهتم جدا بالاماكن اللي احنا بنقول نزرع فيها شجر مثمر ان يكون فيها حد بيراعي الشجر ده، سواء بالرايه او بالتسميد، لان الاهم من الزراعه هو رعايه الشجر. فالحمد لله الشجر اللي احنا بنزرعه بنزرعه في اماكن نبقى عارفين ان فيها حد هيراعي الشجر ده كويس، سواء بالرايه او بالتسميد يعني. الحمد لله يعني في عندنا شجر كتير كنا زارعينه مثلا من سنتين ومن سنه، ودلوقتي بدأ يكبر، وفيه كمان شجر بدأ يثمر الحمد لله بسبب الرعاية والاهتمام. طب القائمين على الرعاية مين يا فندم؟ هل حضراتكم كمجموعة أطلقتوا المبادرة ولا آخرين بالاتفاق ما بينكم وما بينهم؟ لا الآخرين يعني، احنا طبعا لما بنعمل أي فعالية سواء مثلا في العبور أو في رأس البر أو في أي مكان، أهل المنطقة هم بيشاركوا معانا بالزراعة، هم طبعا نفسهم حافظوا على الزرع يعني. هو احنا بنعتمد في المنطقة على الناس هي اللي بتزرع، احنا بننشر الفكرة وبنعرفهم ازاي يزرعوا وبنعلمهم طرق الزراعة وازاي يخلوا بالهم من الزرع، وهم عليهم الرعاية، وبنتابع معاهم بالتليفون ساعات، بنعدي عليهم ونشوف الشجر اللي احنا زارعينه معاهم، والحمد لله بنلاقي اهتمام كويس جدا. يعني درجة إقناع الأهالي يا فندم كنت حضرتك شايفها درجة عالية، وكان في سهولة ومرونة في التعاون ما بين حضراتكم وما بينهم على الأقل في مسألة الرعاية؟ هو طبعا لما بيلاقوا حد بيتكلم معاهم كده وبيعرفهم أهمية الشجر المثمر وطريقة زراعته وبيلاقوا فيه متابعة باستمرار، طبعا بيبقوا متحمسين. هو كان في ناس كتيرة متخوفة إن موضوع الشجر المثمر ده يعمل مشاكل، سواء مثلا أطفال ممكن ياخدوا الثمار أو يحدفوه بطوب أو حاجة، فلا بقول لهم لا الموضوع مختلف، لا الناس فعلا مهتمة بالشجر لأنه ليه عائد اقتصادي غير الشجرة الزينة. فطبعا الناس كلها عايزه تاكل اكل مجاني، وكمان يكون مروي ري كويس وما يكونش فيه مبيدات او اي مواد مسرطنه، فلا الناس الحمد لله مهتمه، وبلاقي فيه رعايه واهتمام الحمد لله. طيب الخطة الجاية يا فندم، حضرتك يعني عايز تنتشر في بقية المحافظات، أنا شايفة إن 8 محافظات في سنتين يعني مجهود هايل، هل في تارجت لأنكم تكملوا بقية المحافظات؟ ومعيار الاختيار للأماكن اللي حضرتك بتبتدي تشتغل فيها، هل في معايير محددة حضرتك بتحددها مع المجموعة ولا بيكون الموضوع بمحض الصدفة؟ لا بنحاول نختار الاماكن اللي هي تكون بعيده عن نسب التلوث العاليه، لان احنا مش عايزين الشجر المثمر يتزرع في اماكن فيها نسب تلوث كبيره، لان برضو ممكن الاكاسيد والرصاص والعوادم بتاعت السيارات تاثر على الثمره، فاحنا بنحاول بقدر الامكان نزرع في المدن الجديده او على اطراف المدن بحيث تكون نسب التلوث فيها بسيطه، زائد كمان يكون فيها ميه نقيه دي للري، وبنختار طبعا ان يبقى التسميد سماد عضوي طبيعي ما فيهاش فيه اي مشاكل، ممتاز. وبنحاول برضه نتعاون مع المحافظات يعني، في رؤساء مجالس مدن بيتعاونوا معانا ومحافظين، وفي مؤخرا وزارة البيئة متعاونة معانا معنويا، فبنحاول ان احنا نتعاون مع اكتر من جهة في موضوع الشجر المثمر.
بالتوفيق، وفعلا شباب مليان عزيمة وحب البلد، ويعني قدرة حضراتكم على التفاعل والمشاركة المجتمعية بالجهد والوقت شيء إيجابي جدا. نتمنى إن في كل حياتنا كشباب على عاتقه ان يقوم بحل المشكلات الموجوده في المجتمع، يتخذ حضراتكم ومبادره حضراتكم كمثال حي ناجح. بشكر حضرتك واتمنى تكون ضيف كريم تنورنا في احدى الحلقات، نعرف معاك ونمشي معاك خطوه بخطوه، ونعرف كل المجتمع المصري مجهود شبابنا العظام اللي بيقدروا يحققوا نجاحات في اي مشروع بس ينتووا انه ينجحوا فيه. بشكر حضرتك مره تانيه يا فندم. فكرة طبعا هايلة، ونتمنى انها تنتشر، ونتمنى ان الاهالي يكون عندهم الرغبة في نشر الفكرة وتنفيذها، وكمان مجال مهم جدا يخلينا نجتمع يعني كمجتمع على شيء فيه خير. وكمان فكرة الصدقة الجارية دي جديدة ان هي تكون لشجرة مثمرة. ألف تحية. خلينا نقول ان احنا هنخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني مع فلاح الغلابة. جدد التحية مشاهدينا الكرام، وبنرحب بضيفنا باشمهندس محمد صلاح الدهراوي. أهلا بيك فلاح الغلابة، أهلا بحضرتك يا فندم، مشرفنا. في البداية قبل ما نبتدي موضوعنا، عندنا معلومة مهمة إن تجربة حضرتك الخاصة بالخميرة بيتم دلوقتي عمل دراسة في جامعة الأسكندرية عليها. خلينا نعرف إيه اختلاف تجربة حضرتك عن الآخرين. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الأولا لما قلت الطريقة العلمية الصحيحة للخميرة تمييزا عن الطرق العادية اللي كان لها آثار جانبية واللي كان الناس بيشكوا منها، وتحديدا يعني عدم صلاحية المنتج بتاعها للتخزين، لكن الطريقة العلمية الصحيحة طبعا أشكر أولا يعني لا إحقاقا للحق، يعني في لازم نذكر بالخير استاذنا العلامه دكتور عادل عبد العظيم في التاصيل العلمي وغيره طبعا، والعلامه احمد لاشين، والعلامه سعد اللبان استاذ في كل الطب الاسنان يعني، والعلامه الكبير استاذنا الدكتور محمد المليجي استاذ الفطريات في امريكا اللي قال لي حاجه عنها في النيماتودا، يعني انا عملتها لكنه وضح لي ان بتقاوم النيماتودا كمان. ايه بقى الموضوع بقى؟ طبعا الحمد لله ونشكر الله انها يعني اصبحت بتطبق على مستوى واسع في مصر وفي الدول العربيه. هي الفكره في ايه؟ الطريقه العلميه اللي اتعمل بيها التجربه. وباختصار عشان الكل بيسالني والحاح شديد نقولها بقى على الهوا عشان يبقى الكل يعرف. مبدئيا هي مميزاتها في الانتاج يزيد كما وكيفا، وتزيد صلاحيه التخزين جدا. ليه؟ من البدايه بنغلي الميه بنموت ميكروبات، ده شرط اساسي. بعد كده بنضيف تخفيض للبي اتش اللي هو الوسط بتاع التفاعل. ليه بنضيف وبنفضل ايه؟ فضل ملح الليمون لانه بيخفض البي اتش وفي نفس الوقت منشط النمو، او الخل. كده كلام في كلام في حاجات ببلاش، انا لتر الخل ده ب 2 جنيه ولا حاجه. طب ايه بقى الغرض؟ تخفيض البي اتش ده بيقتل كل الميكروبات اللي موجوده في الميه. الاول غلينا الميه، بعد كده خفضنا البي اتش، الخميرة بتنمو في بيتش منخفض حامضي، إذا الملعب بقى جاهز للخميرة. طبعا ده جديد، أوعى تحط خميرة على مية، لا لا مفيش كلام فيها عندنا. غالي مية وهي دافية، نخفض البيتش بملح الليمون، يعني بنتكلم على الفدان مثلا بنحط ربع كيلو ملح ليمون أو ربع لتر خل، كده خفضنا البيتش، أصبح الملعب خالي للخميرة. بعد كده بنحط السكر، نحط عسل أسمر، للدول العربية مفيش عسل أسمر، سكر شغال. نبدأ نحط بعد كده إيه؟ الخميرة. طب إيه بقى كده؟ لا مش كفاية. كده الخميره اشتغلت خلاص. بعد كده بن ايه؟ بعد 6 أو 8 ساعات بنضيف اللبن الرايب او شرش اللبن بدون ملح او لبن زبادي. طيب ليه؟ لازم هنا برضه سبب. بيتحول عندنا هنا لاكتوباس اللاي بينتج اكسجين تحت في الجذور. يبقى انت عندك في الجذور مصنع اكسجين شغال تحت، عشان واحد يقول لي عندي اعفان من الخميره بطريقه او الكذب. مستحيل. مصنع اكسجين شغال تحت. تيجي ازاي؟ وشرط اساسي للاعفان هو سوء التهويه، مفيش عندنا الكلام ده خالص. طبعا انتاج زاد كما وكيفا، وفرنا الكيماوي بنسبه 50%
بنتحدى بالتركيبه دي اي مخصب موجود غالي رخيص، مفيش حاجه قدام التركيبه دي. بالطريقه دي المطلوب جرب او ناقشنا علميا فيما ذكرت. طبعا هي الخميره طبعا يعني مش عايز وقت البرنامج، طبعا بتنتج سيتوكينين منشط طبيعي ماشي، هي على طول كده تنتج انتبيوتكس، تنتج هرمونز، تنتج سيتوكينين، كل ده طبيعي. اي انسان جسمه فيه هرمون اي انسان فيه هرمون، كل ده طبيعي. بتلغي بقى عندك مفيش حاجه اسمها منظمات النمو، كل الخزعبلات ديت انتهت بالتركيبه دي، مفيش حاجه اسمها بقى منظمات نمو تحط ليه وببلاش. لا وببلاش، بس في اضافه انا عايز اقولها، ان بنصح بقى في الحاله دي انت عملتها في فيرميل اهوت ماشي، موتور بتاع اكسجين اللي هو بتاع حوض السمك ده بقى رخيص 100 جنيه ولا حاجه، تجيبه مره في العمر حط له عامل حوض كبير، تجيب كومبرسر هواء ماشي، بس ادي كل الموضوع. ويا يعني ميزتها انها تتعمل في ظرف 24 ساعه تشتغل ري ورش. بيضاف لحاجه ثانيه كمان، انك انت ممكن تكون هي ماده تخليبيه لاضافه الكيميكلز، تقلل خطوره الكيميكلز، تقلل خطوره الكيميكلز. يعني حطيت مثلا عليها كيماوي تمتص الكيماوي وتقلل خطورته. نفس نظريه السباخ، والسباخ اكبر فيه ميزه ايه؟ ان بيمتص الكيميكلز اللي بنحط، فبيقلل الكيميكلز. احنا عاوزين نقفل مستشفيات السرطان بقدر الامكان، فالخميره دي بتقلل نص الازوت، دي نقطه خطيره، وتزود الانتاج وترفع مناعه النبات ضد الامراض. كيفيه استخدامها يا فندم؟ بطريقه بسيطه جدا، اللي انت عملته ده حاجه من الاثنين، مع الري او رش. فش سحر مش عاوزها. التوقيت يفضل الرش دايما في الصباح الباكر او في المغرب، ده على طول، ده كقاعده في الرش. ولان دي كائن حي، يعني بيعامل الخميره كائن حي. وفي نقطه، يعني استاذنا الدكتور محمد مليجي استاذ الفطريات في امريكا قال لها حاجه غريبه، قال اضافتها في الري بيتقاوم النماتوده. ليه بتقاومها؟ ما قلتش بتموت النماتوده، مش بكلام واضح، بتقاومها ليه؟ هي ككائن حي عاوز تخش في الجذور، والنماتوده عاوز تخش في الجذور. النماتوده بدل ما الباب مفتوح اهلا وسهلا، لا، ده كائن باعداد مهوله بينافسها في الدخول في الجذور، اذا بيحد من دخولها للجذور. اذا هي بتكافح النماتوده بهذه الطريقه، يعني مثلا حرامي داخل باب لا 10 عساكر، بدل ما يلاقي الباب مفتوح له اهلا وسهلا. فدي ميزه كبيره. طبعا ايه بقول؟ جرب او نيشن علمي ولا ازيد عن ذلك، كل ثقه. فدي طريقه علميه، عشان كده بلغني يعني استاذ كبير استاذ رزق من طب نقدر نستخدمها يا فندم كبديل لايه؟ يعني انا لو الارض الزراعيه بتاعتي، لو ان حضرتك وضحت ان الفدان ممكن يستخدم ليه كميه وحضرتك وضحت ده قالب خميره ب 8 جنيه جميل جدا، ده يخليني استغنى عن ايه من المنتجات المصنعه اللي بيها دراسه الجدوى بتاعت الزراعه والله بتاعتي تقل؟ والله يا سيد ابو السؤال ده، كل الخزعبل، كل الخزعبل بقى الهرمونز والانزيمات ومنظمات النمو. ليه بقى؟ انا عارف هو العالم مش انتكه، يعني اللي انتكه علماء، لكن السؤال بينتج لك مثلا استعمل مثلا جبريليك اسيد، هل الفلاح البسيط عارف المعدل بتاعته بتاعه وطريقه رشه وطريقه استخدامه؟ طبعا مستحيل، خد حط خلاص. ومنظمات النمو في منتهى الخطوره، كل الكلام ده اتلغى. وسيتكون ما هو عندك سيتونين طبيعي اهو في الخمير، كل الكلام ده اتلغى. بالاضافه للازوت، وفر نص الازوت، يعني مثلا الذره بنحط اربع شكاير ذره يوريا مثلا، خلاص مش كارتين. وجرب جرب، انا بقولك على الهوا اهو، جرب يعني حط اربع شكاير وتكلفه قليله ومفيش اي مخاطر. لا وفي حاجه ثانيه، هي بترفع مناعه النبات بحيث ايه؟ يعني مثلا لو يعني سي ارض مصابه، بيت حضرتك تلاقي فيه نبات اتدمر تماما ونبات نص نص ونبات سليم. النبات سليم معناه ان مناعته قويه، مناعته قويه، هي بترفع المناعه، بتقلل اصابه الامراض. وإضافة في حاجة تانية كمان، إنك أنت حتى ما تحط عليها مثلا أي نوع من ال حتى على بوتاسيوم، مغنيسيوم، عناصر نادرة، بتحط عليها هي بتمتصه، بتحوله يعني إيه من الكيميكالز بتحوله لشيء شبه طبيعي. بس فده وإضافة الفكرة اللي إضافة اللبن الرايب دي نقطة مهمة جدا، بتديك كالسيوم وفي نفس الوقت مصنع لاكتوباسيلاي في الجذور. يعني أشكر هنا الدكتور محمد صناديدي أستاذ البطنة، هو اللي ينبهني بصراحة لمصنع الاكسجين اللي تحت ده. طب ممكن نقول المقادير للفدان الواحد؟ بسيطة جدا للتركيبة. بسيطة جدا، يعني بتحط احنا قلنا لازم شرط اساسي ملح الليمون او الخل ربع لتر، قالب او قلبين خميرة، قالب خميرة يكفي قوي، قالب اللي هو 150 جرام او 100 جرام خميرة بودر. ميزة البودر ايه؟ الناس رعايتها لمدة مثلا 3 4 شهور 5 شهور
بدون تلاجة، لكن الخميرة العادية لازم تلاجة، قالب خميرة ماشي. ايه تاني يا محمد؟ وكيلو 2 كيلو سكر ونص كيلو عسل اسمر. الدول العربية ما فيش عسل اسمر طبعا، متابعين الدول العربية بالكامل يعني. يعني ما طبعا يا فندم حضرتك في اكتر من 250 الف شخص بيتابعوا يعني حضرتك ويستفادوا من علمك الوفي. يعني حقيقة نشكر هنا بالخير عالم المخصبات بصراحة يعني، وعالم مزارع البطاطس يعني. ف وبالاضافة لكده طبعا ايه، شرش اللبن. شرش اللبن ده مهدر. شرش اللبن هو ناتج من ايه عشان اللي ما يعرفش؟ شرش اللبن ده اللي هو ناتج من عمل اللي جبن القريش. فشرش اللبن ده مهدر قيمته صفر، لكن ده كارثه اهداره. بالعكس شرش اللبن بيضاف في التركيب خلاص، بدل ما يهدر قيمه مهدره بتترمي، بس طبعا لما نحط له ملح تنضاف عليه كده، بقى عندنا مصدر للكالسيوم والعناصر كامله، وفي نفس الوقت مصنع لك تفاصيليه تحت. يقول لي بقى تيجي الاعفان تاني ازاي في الارض؟ طبعا بنحل مشاكل التربه القديمه اللي هي سيئه التهويه، فالخميره مع الري. بس انصح في حاله الري، واكرر انصح، ضيف معاها منقوع سبله. في حاله الرش لا، ما تضيفش عليها اي منقوع سبله. في حاله الرش بتضيف عليها يعني لو هتضيف عليها كيميكالز بالتدريج، كائن حي يعني تحطه بالتدريج. هتحط مثلا 10 كيلو بوتاسيوم 20 كيلو بوتاسيوم، بترميهمش مره واحده. خميره كائن حي بالتدريج، انا عاوز كائن حي، واتفرج وقارن. يعني بنصح انا بقى على الهواء قارن، ادي فدان. حتى ما بلغني الاستاذ الدكتور مجدي عبد الزار العالم العلامه، لما تعمل رساله واسمه يذكر فيها، قال حتبقى تجربه علميه. اكيد يا فندم. رساله ورساله يعني رساله هتتعمل عن التجربه وتقيم علميا، ده الكلام اللي انا احبه بقى. اكيد يا فندم. لو تسمح لي معايا استاذ عماد من البحيره، اهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم. مع حضرتك يا فندم، اتفضل. انا عندي طماطم والله مفيرسه، وعايز اعرف حاجه للخنقلي، حاجه للفيرسه الطماطم في الارض الصحراويه في البحيره. حضرتك عايز حل لمشكله فيروسه الطماطم، وحضرتك أيوة. ارضك في البحيره. ايوه حاضر يا فندم، تحت امرك. هنا الوقايه كلمه واحده، الوقايه كلمه واحده بقى العزيز الحبيب استاذ عماد. هنا بقى الفيروس اللي يقول لك فيه علاج للفيروس، كلام مش صحيح. هي كلمة الفيروس ده الوقاية. يرجع بقى للمشتل، أنا بقول لك كلام بمنتهى الأمانة على الهواء، هيرجع للمشتل يشوف أرضه الوحيدة اللي فيها الفيروس، ولا بقية الناس اللي اشتروا من المشتل اللي كل عنده نفس المشكلة، يبقى المشكلة من المشتل. يقول المشتل تعالى ظلمتني ليه؟ إذا كانت عنده يبقى هو أصلا ما عليكش. مشكلة الفيروس إيه؟ بنقله تحديدا المن. المن أولا، والزبابة البيضة لازم يقاوم المن والزبابة البيضة. ولما اجي اتكلم في مشاكل بقى الارض الجديدة، كل الناس بتقاوم المن والزبابة البيضة مثلا، لكن بينسوا العائل بتاعهم اللي هو ايه بقى؟ الحشائش اللعينة. الحشائش ديت العائل للفيروس وللفطر والحشرات. انا لازم وانا بقاوم في ارضي ابص بقى على الجسور، وابص لو جار مهمل اتصدق وانه اروح ارش له. لو هو مش قادر يرش يقدر يرش، اقول له والله ارجوك انت بتاذيني، يعني واحد بيت والع جنبي اطفيه، لكن ما اقعدش سلبي، ما هو النار هتجيلي. فبرضه هنا مطلوب منه يقاوم المن والزوال البيضه، والاهم يزيل المسببات والعوائل اللي هي الحشائش دي، ما كل بيهملها دي كارثه. طيب افضل الطرق اللي ممكن نتعامل مع الحشائش بيها؟ حل واحد، المقاومه اليدوية بالعمالة. وحكاية الاستخدام مبيدات الحشائش دي من الكوارث. طبعا في كوارث في أدبيات الزراعة المصرية، دي ما فيهاش نقاش. لدرجة أنا بدعو إيه بقى؟ يعني اللي بيسمع في الأذان خمس مرات حي على الفلاح، أنا بدعو لتسميتها الفن الفلاح، وزارة الفلاح. تسمع خمس مرات حي على الفلاح، مش يعني الأذان ما بينبهناش مثلا فن الفلاحة، يعني وزارة الدفاع كان اسمها وزارة الحربية بقت وزارة الدفاع، إيه المانع وزارة الزراعة اسمها وزارة الفلاح؟ من الفلاح؟ وأدبيات الزراعة المصرية لازم تتغير. يعني لحد النهاردة الكتب بيقول لك إيه؟ ضيف كبريت زراعة. طبعًا تهريج. كبريت الزراعة ده على وش التربة يتعامل بالضوء، إضافته في الأرض صفر. فلا على الغلابة يقول لك إيه؟ بدل ما أحط خمس شكاير أو ثلاث شكاير كبريت زراعي بالطريقة المتبعة في كليات الزراعة وفي الكتب الزراعية، تحت التربه مش هستفيد منها غير ب 30% 20% على وش التربه،
لا حط شكاره واحده على وش التربه احسن من ده. وطبعا يناقشوا علميا الكلام ده. طبعا يعني هو تحليل عبقري لكلمات الاذان اللي حضرتك وضحتهم، وكمان اخواننا في الدول العربيه بيسموا الزراعه الفلاحه، فن الفلاحه بالظبط. فيعني هو يمكن حتى التعليق ده ما اتقالش قبل كده، ان يلفت نظرنا ان حتى الاذان حي على الفلاح. يعني طبعا تعليق حضرتك في محله وجميل وفي ابداع ودقه. لكن خليني أقول بقى، شبابنا منتظرين نصائح حضرتك. بالنسبة للأراضي الزراعية، أول ما بستلم الأرض لازم أعمل معاينة للأرض وأعرف التربة نوعيتها إيه وكل الخواص بتاعتها. نبتدي من البداية فندم، حضرتك بتشوف إزاي ممكن الشاب اللي استلم أرضه جديد يبتدي يعمل فحص الأرض الزراعية عشان يعرف يبتدي يشتغل عليها بشكل سليم؟ شوف حضرتك، أنا مش هقول بقى الكلام معجزات، هقول أبسط حاجة اللي للمتخصص نفسه. يعني المتخصص نفسه، يعني في واقع حصلت، يعني انا شخصيا كنت بفحص ارض يحيى مصر عشان الف فدان في المني، قلت ملحوظه، جه الخبير الفرنسي اكد نفس الملحوظه دي. هي ايه؟ الارض كان فيها زلط. قلت مميزه في كل شيء، لكن هيبقى فيها مشكله مميزه، تزرع اشجار سوبر مطلوبه، الزلط الصغير ده مطلوب، هيبقى في ميزه نسبيه للمحاصيل كل. لكن في الزراعات الدرنيه زي البطاطس، الزلط هتشكل في جسم البطاطسايه في مشكله في التصدير، خلاص مش هتزرع بطاطس، ارض نموذجيه في قطعه، المنطقه الثانيه ما كانش فيها كده، قلت دي نموذجيه. ده في مشروع ايه يا فندم؟ يحيى ارض يحيى مصر، تحيا مصر الفدان في صندوق تحيا مصر، تحيا مصر في المنيا، مساحه عشان الفدان. لكن قلت نموذجيه، جه خبير فرنسا قال نفس الكلام، خلاص اصبحت انا بقى خبير بقى عندهم بقى، خلاص اصبحت خبير بعد ما خبير فرنسا اكد نفس كلامي. ايه بقى المقصود من الكلام؟ احمل الاساس يا فندم. لا لا عفو، لا 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 انا خلاص، ما الخبير الفرنسي يقول نفس الكلام خلاص بقى. شوف حضرتك بقى، اي انا بقول الكلام ده للخبراء قبل البسيط، اعمل حاجات بسيطه جدا، مش لازم تعمل حاجه اكتشاف عبقري. تفحص ازاي؟ عينك اولا وانت ماشي قبل ما توصل الارض، عينك على الطريق هتلاقي ترعه، شوف الترعه الاول، نواتج الحفر فيها صخور ولا لا؟ لو نواتج الحفر فيها صخور تعرف المنطقه دي صخريه. الكلام ده منتشر مثلا في ارض العالمين وارض العميد وطلعه النصر وطلعه الشيخ زايد لحد المنطقه دي. يبقى انت من هنا، من ان حفر الترعه وفرت على نفسك حفر الارض، عرفت ايه موضوع الصخور، نقطه مهمه جدا. مفيش ترعه بقى في المنطقه ديت، يبقى لازم تفحص تشوف الاول الصخور، على الاقل تامن متر ونص فوق، دي نقطه مهمه جدا. انا شفت ارض مثلا في برج عرب وش الارض كله صخر ماشي، فنقطه دي نقطه ثانيه مهمه جدا. ايه بقى ثانيه؟ انك انت لما تروح تشوف الارض، هف تجربه بسيطه جدا جدا بسيطه، مش عاوز سحر، تفحر حفره وتكب فيها جرد الميه. ايه الغرض؟ هتشوف معدل النفاذيه، والعلم للعلم يعني معدل النفاذيه في الرمل 200 مره مثلها في الارض الطين. يعني اذا كان هنا معدل النفاذيه 15 20 سنتي في الساعه، هنا جزء من السنتي في ارض الطين. حضرتك متخيله؟ جزء من السنتي، ما قلتش سنتي، جزء من السنت 1.1 2.10، هنا بقى 10 15 سنتي في الساعه. شوف معدل النفاذيه قد ايه، حتى من الحفره تكون بفجر الميه. هتشوف بقى النفاذيه سريعه، ارض رمليه، بطيئه، ارض فيها نسبه طفله، سيئه جدا. يبقى تجربه بسيطه، بس شوف اروح معامل انا لحد كده يقول لك فحص ظاهره بسيط جدا. لكن اللي يخلي المتخصص يقول ياه ما جاتش في دماغ، انا جاي اقول كده، يخلي المتخصص يقول ياه الفكره ما جاتش في دماغي ليه؟ دي مثلا ده حاجه ثانيه ماشي. ده في حاجه ثالثه، حبه تربه من الارض في كوبايه ميه دوب، في دوب في كوبايه ميه، وبعدين تشوف الميه دي، الميه دي اخبارها ايه؟ تجربه بسيطه جدا، انا ما قلتش بقى معجزات، دي حاجات بسيطه جدا جدا كده. وفي حاجه ثالثه، ما في برضه في نقطه مهمه جدا جدا. ايه بقى النقطه الاهم من كل ده؟ انك انت اما تشوف الارض وانت ماشي، عينك على النباتات اللي على الجيران، لقيت في حجنه اللي هي نوع ملبوس، تعرف ان هنا في مشكله في الميه الارضيه، الميه الارضيه مرتفعه. يعني لو انا ما كنت بروحش ارض في وادي النطرون، وانا رايح قلت الارض دي سيئه نرجع، قلت لهم الارض دي ميه جوفيه مرتفعه، منين؟ من وجود حجنه وبوص وانا على الطريق، خلاص دي معناها ان الارض ميه جوفيه مرتفعه. كده الفحص الظاهري ممتاز ممتاز. بعد كده بقى بتحلل التربه وتحلل الميه وتشوف الجيران،
وبرضه لما تفحر بير هشوف بير الجيران. كل ده انديكيتور. وانصح هنا ما قلتش حد يفحر بير قبل ما يعمل استشعار عن بعد، بيحدد لك يعني الزمن بتاع بقى يفحر بير وادوق. زمان ده بطل يعني في العالم كله، ما عادش غير في مصر بس. اجهزه الاستشعار عن بعد بتحدد الطبقه الحامله ومعدل التصريف بتاعها وافضل طبقه حامله على ارتفاع كام. لكنه بيفحر يلاقي كويس، طب ابني زود شويه تيجي جايه ملحيه، طب ارجع تاني الاقي اتجوزت ما عادش ينفع. طب استشعار عن بعد يعني نرجع للعلم، نحترم العلم. ده ملخص ايه؟ ما نشتغلش بشكل عشوائي طبعا. ونرجع للمؤسسات المسؤوله عن طبعا. تقديم العلم. في جهات محترمه بس الامان هنا برضو في يعني يرجع لجهات محترمه بتعمل التجربه دي بس. اكيد طبعا. طيب حضرتك ليك مصطلح يا فندم بتقول كوارث تحسين التربه. حضرتك تقصد ايه من كوارث تحسين التربه؟ ده كان بوست يعني، والحمد لله انا يعني في ضمن يعني من ضمن الليالي السعيده يعني اللهم اجعل يعني اسعد ليله عندي ليله يعني لقاء يعني لقاء المولى سبحانه جشانه. دي من اسعد ليالي عندي، لان كل التليفونات وكل الرسائل جات لي والله انا كنت عامل كده وربنا انقذني، والله كنت عامل كده وربنا انقذني، فحسيت اني فكيت كرب ناس. من ضمن الكوارث بقى اللي شغاله هي ايه؟ هم كارثتين اتنين بس الكل طبعا نظريا ويعني وحتى في علم في اي قسم اراضي عمر ما حد نبه الكارثه دي، بس اللي عاوز يجرب يجرب في منطقه بسيطه، يعني اللي عاوز يناقش لا يروح يجرب احسن. وبعدين يقول لي بقى النتيجه ايه؟ رقم واحد ان في حد بيعمل ايه؟ ارض رمل، فيجي له فكره كويسه يقول لك الله طب ما انا حاسس ان الارض دي، يجي واخد ارض سمره من الوادي خلطها بيها، هنا يعمل طبقه بقى سيئه جدا ملاش علاج. يعني ياخد ارض بقى سمره يخلطها بيها كده خلاص طبقه بقى سيئه ملهاش علاج. والعكس بقى هو مثلا عنده ارض سمره، يعني شخصيا كان عنده ارض نصها اصفر ونصها اسمر، والله خلق ربنا امر بكده. هو يعمل ايه بقى؟ يجي واخد الارض السمراء وعنده ارض صفراء في مثلا حوض معروف ان ارض صفراء ممتازه. ساحة اسمه اي ارض في دلتا تلاقي في حوض اسمه حوض الساحل، ساحل النهر. ياخد بقى الارض الصفراء دي يخلطها على السمراء يعمل تربه سيئه ملهاش حل. تربه كومباكتد ملهاش حل. افضل حل اللي يعمل بقى يبني بيها بقى، يروح يبني بيها. تمام؟ طيب المشكله الثانيه يا فندم اللي حضرتك بتطلق عليها كوارث تعديل التربه، هو دي بقى الحل. الحل يبقى طبعا دي كوارث يعني اعمل دي كوارث، لكن الصح بقى هو يعمل الحاجه الطبيعيه. يعني انا شخصيا يعني يتعامل مع ارضه كما هي، وحاجه ثانيه ارض سمراء اهي عاوز اعليها مثلا سواء الاخر من نفس الحوض، ما تروحش بقى تجيب لي ارض خفيفه من ارض ثانيه. لكن لو عملت ارض خفيفه يبقى لازم اعمل طبقه متر ونص على الاقل او متر، تبقى كده ما عندك ارض جديده متر ونص، وبرضه هتعمل لك مشكله بعد كده في الصرف، هيبقى عندك حوق تحت طبقه صماء. فانصح من نفس التربه من نفس الحوض. كلام واضح؟ لكن عاوز تضيف بقى هتضيف بقى اسباخ بلدي بشروط، يعني له شروط طبعا. هو بس حضرتك قلت ان ملهاش حل لو خلط التربتين على بعض، يعني هي حل بقى صداع بقى. محتاج بقى شغل حرث جديد واضافه سباخ ومخصبات، يعني شغلانه هتاخد لها سنتين ثلاثه، لكن يستحيل في نفس السنه او ثاني سنه تنحل. طبعا حضرتك عارف ان مجتمعنا في انتظار مشروع المليون ونص فدان انه يبتدي يجني منه محصول، لكن كمان عندنا في حساباتنا تخوف كبير جدا هي الامراض اللي موجوده في اراضي الدلتا ان يتم نقلها نفس السلكيات نفس المنتجات مستلزمات الزراعه اللي تم استخدامها في الدلتا وكانت متسببه في مشاكل كتير وخاصه المشاكل الصحيه. ازاي نتجنب حدوث نفس مشكلات الدلتا في الاراضي الجديده؟ شو حضرتك اللي حضرتك بتقولي ده؟ اتنقلت مشاكل الدلتا للاراضي الاصلاح القديمه زي البنجر، نفس المشاكل اتنقلت خلاص، واصبحت الاراضي ديت بتعاني من ايه؟ من نفس المشاكل، مع فرق ان النماتوده مثلا موجوده في اراضي الدلتا لكن ايه مش ما تاثرش ليه؟ ارض كومباكتد فالنماتوده عاوزه ارض شديده النفاذيه فيها تهويه جامده وتنشط، فتلاقي منتشره جدا. انا لو رحت تلاقي يعني حتى الاذكياء اما يروح ياجر ارض هناك ارض جديده، ليه؟ عارف ان القديمه اصبحت مصابه بالنماتوده. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نعمل بقى الارض مليون فدان ديت معامله جديده، ما نكررش الخطا بتاع البنكر. ايه بقى الاخطاء ديت؟ رقم واحد انك انت ما تنقل، انا هقول لك بقى طريقه المعالجه للسباخ.
انا اؤمن تماما بالسباخ والسبل، ولا اؤمن بالكومبوست. الارتفاع ثمنه وانخفاض جودته جدا عن السباخ. هقول لك الحل بتاع السباخ ايه. اوعى تنقل السباخ بدوء مش معمول بالطريقه الصح، هنقل لك نيماتود ونقل لك بذور حشائش، والعن في شيء في الدنيا بذور حشائش ومسببات امراض. هي مشاكل مس الارض الجديده ايه؟ مس الارض الجديده ارض صحيه ما فيهاش امراض، وبالتالي صحيه للحيوان وللنبات وللانسان. لكن انت ما تقليش بقى الامراض. الامراض تقليها بايه؟ مثلا ممنوع تماما تاخد شتله من الدلتا او من البنجر او من الارض القديمه وتودي الارض الجديده، شتله بصل مثلا. ليه؟ وارد جدا المحترف البصل عندهم العافيه الابيض، هتقله الامراض الجديده. لا، تاخد بذره البصل تقلمشها في الارض الجديده وهكذا. وممنوع تماما تنقل السباخ من الدلتا ومن الاراضي القديمه اللي اصبحت قديمه دلوقتي زي البنجر و و و وتروح تنقلها الارض الجديده، ممنوع. طب الحل في السباخ ايه؟ حل بسيط جدا. حل بسيط جدا هو ايه؟ هنا بقى فن الفلاحه. هي مشكله، مشكله السباخ فيها حاجه واحده بس، ممكن يكون فعلا في نيماتوده موجوده. وعلى فكره عايز اوضح حاجه، النيماتوده تتنقل كيميكالز كمان. يعني مثلا سي انت بيقول لك بالسباخ، لا مش السباخ بس كفايه، لو اي الات زراعيه من ميكنه زراعيه من ارض مصابه راحت الارض سليمه تنقل في ظرف سنتين ثلاثه تتكاثر في الصيف اصبحت مصابه. فالكيميكال برضو اللي نقل من ميكانيكال، سوري مش ميكانيكال، النقل الميكانيكال موجود موجود. فلازم يكون صح لدي، يعني مثلا الالات الزراعيه ما يجيبهاش من ارض مصابه. فالحل ايه؟ حل السباخ حل بسيط جدا جدا. ايه مشكلته؟ مشكلته حاجه واحده، ان الفلاح بياخد السباخ من الحظيره بتاعته يقومه، ما بيعملش غير كده خلاص، خلصت. هي دي المشكله. انا بقى اديني لك، انا جاي اقول لك حل بسيط جدا جدا. ايه الحل البسيط؟ قدامك حلين. الحل الاول، انت عندك حاطه بالذره بتاخده بمحتار يعمل بيه الفلاح. يعني دلوقتي ما عادش بقى الفران البلدي اللي بيستخدم حاطه بالذره، بيبقى محتاج يعمل بيه ايه؟ حل بسيط، حزم الحاطه بالذره ديت تحطها جوه كوم السباخ. ايه بقى ايه بقى لازمته؟ هي مشكله ايه؟ مشكله ان ده تخمر هوائي، يعني بكتيريا هوائيه شغاله في السباخ. فبيحصل ايه؟ الجزء اللي هو تحت السطحي ده سليم 100% في السباخ، الجزء اللي جوه بيحصل فيه ايه؟ تحلل لا هوائي. لا هوائي. ومن حق افتي في الكلام ده ليه؟ انا اصلا بكتيرولوجيست، يمكن اول زراعي اخد رخصه اخصائي تحاليل طبيه بكتيرولوجيه من معهد بحوث طبيه. فلما اتكلم هنا يعني بتكلم عن علم. الوضع ايه بقى؟ ان اصلا التفاعل اللاهوائي جوه الكومه. حل المشكله دي ازاي؟ في حلين. كل 15 20 يوم يجيب لودر يقلبه، طبعا الكلام ده مش عملي. انت بقى تجيب ربط الحزم الذره وحطها جوه في قلب نص الكومه. دي هتعمل ايه؟ تخلي التفاعل الهوائي شغال. حضرتك معايا؟ نعم حضرتك. اصبح في تفاعل هوائي هينتج عنه ايه؟ انا بكتيري. منبهره بالحلول البسيطه. بسيطه، ما انا بقول اللي حضرتك بتديها لشبابنا، لان ده هيخليني ارجع لسؤال. بس عايز اوضح نقطه بس في حاجه. هنا التفاعل الهوائي هيعمل ايه؟ البكتيريا بتنتج افرازات قاتله لحاجتين اتنين، لبذور الحشائش ومسببات الامراض. ما هو السباخ جاي منين؟ من مخلفات الحيوان. فيها مسببات امراض. التفاعل الهوائي ده بحاجتين اتنين، بحرارته مرتفعه وبالافرازات بتاعته بيقتل بذور الحشائش وبينتج ويقتل مسببات الامراض. كده عند السباخ اصبح كويس. طب اتاكد ازاي؟ ما هو كذا اقول الكلام بحاجتين اتنين. انت اتاكد اللون تحول الى اصبح شبه بني وريحه الامونيا انتهت. جميل. الحل التاني يا فندم؟ حضرتك قلت ان احنا يا اما نقلب لا اما التقليب كله 15 20 يوم بقى يبقى في تفاعل هوائي، وده صعب شويه. طيب انا طبعا لو قعدت 10 ساعات مع حضرتك يعني مش هيكفيني، لان العلم اللي حضرتك بتقدمه لنا في منتهى الاهميه. لكن يعني في ايجاز عايزه اعرف من سيادتك روشتة، نقول ازاي مصر تتحول مره تانية لدوله زراعيه وتكون جذابه بالفعل للمستثمر الزراعي. حلو سيادتك باختصار شديد. طيب قبل ما ندخل على الموضوع، انت عارف انا ما بقدرش اتاخر على متصليني. استاذ مصطفى اهلا بيك.
اهلا مرحبا اهلا نايف. استسمحك بس لو تسمعني من التليفون. ماشي، انا بسمع من التليفون. هو حضرتك انا بالنسبه للاستاذ محمد انا بمس عليه لانه هو اخ وصديق طبعا من زمان، بس انا كنت عاوز بس اعرف تليفون حضرتك بس عشان نستشيره والوقت اللي احنا نتصل بيه. طيب الكنترول بعد اذن حضرتك في الاعداد زمايلنا هيدوا لحضرتك التليفون حالا. بشكر اتصالك يا فندم. يعني عاوز انبه لحاجه واحدتين بس. لازم بقى من ضمن تغيير الفكر الجديد، يعني انا سعيد جدا بمشروع المليون فدان. ليه؟ لازم بقى فكر جديد. ايه الفكر الجديد بقى؟ يعني انا دايما ادعو، دايما بقول حاجه، بقول الصح الخبير يحل، يعني يعمل لك اللي انت عاوزه، مش يقول لك ادي ايه، ادي الوضع اللي قدامك. يعني بدعو مثلا لافكار جديده. بقى ناس مثلا بيشكوا وبيصرخوا مثلا من ارتفاع الملوحه، ما حدش جه في ذهنه ان يقول دي نعمه كبيره. ليه؟ ايه المانع ان واحد يعمل مزرعه بامبو؟ بامبو ده عاوز ميه ملحيه. ايه المانع من مزرعه بامبو؟ هيترتب عليها ايه؟ صناعه البامبو. يعني كرسي البامبو النهارده بكام؟ وفي فنانين مصريين في عمل البامبو، ابداع. انا شخصيا عندي كراسي بامبو. يعني نقدر نقول نصيحه حضرتك ان احنا نشتغل بشكل غير تقليدي وزراعات غير تقليديه تقدر تكون جذابه للمستثمر ان هو يدخل في مجال التنميه الزراعيه. وحاجه ثانيه، يعني انا اؤمن بايه؟ يعني ما اجيبش لطامه باوتوماتيك واقعد اعيط على الظروف. يعني مثلا ارض مرتفعه المياه الملحيه، اسف، مرتفعه المياه الجوفيه مرتفعه، وعاوز يزرع فاكهه، بيعمل مصيبه زي ما قلت، بيعمل صرف على الارض. حل بسيط جدا جدا، يزرع عليها جوافي. ليه الجوافي؟ جذور عرضيه سطحيه. يعني انت مصر تزرع بساتين في ارض مرتفعه المياه الجوفيه، تزرع جوافي. يعني الحلول البسيطه السهله، يعني بلاش نعمل ايه، نحصل على جائزه نوبل من ابداع، من حاجه خرافيه، من ابسط شيء ازرع جوافي. الجوافه مش جذور عرضيه. جذور عرضيه يعني ايه؟ يعني سطحيه، وفي نفس الوقت ارض ملحيه. تزرع ايه؟ ازرع جزر طعم سكر على الملحيه بالذات، ما بكيش. وعارف حاجه تانية كمان، فواكه القران. فواكه القران هي ايه؟ التين والزيتون والرمان والبلح والعنب. يعني ختام حلقتي مع حضرتك ختام جميل، حضرتك بتنصح بزراعة المنتجات المذكورة بالقرآن. شرفتني، ربنا يخليك. ودايما حلقاتنا مع حضرتك بتكون مميزة جدا. مشاهدينا الكرام، كان معانا باشمهندس محمد صلاح الدهراوي، واتكلمنا معاه عن موضوعات مهمة. بنشكر تشريف حضرتك لينا يا فندم، وبعد الفاصل يكون معانا ضيوفنا، هنتكلم معاهم عن الماعز البور. هيكون معانا مهندس سامي حسونه، وكمان هيكون معانا استاذ مدحت العربي صاحب احدى المزارع. انتظرونا. ماعز البور مميز ومختلف عن الماعز المحلي اللي كلنا نعرفه، فهو مختلف في الشكل والحجم والإنتاج، فهو أبيض اللون ووجهه أحمر، يميل إلى البني وبه خط أحمر في منتصف الوجه. أما في الحجم يصل وزن الذكور البور بين 90 إلى 150 كيلو جرام، أما الإناث فتصل أوزانها من 50 إلى 80 كيلو جرام، وله قدرة هائلة على تحويل الأعلاف إلى لحوم، ولحومه جودتها عالية خصوصاً عند الاعتماد على الرعي. تربي ماعز البور لأنها سلالة واعدة على مستوى العالم كله في إنتاج اللحم. العالم كله اهتم بيها وعمل لها جمعيات وعمل منها إكثار، وفي بعض الدول حرمت ذبحها لسنوات طويلة حتى كونت قطعان وأعداد كبيرة تنتج لحم يكفي الدول ويزيد منها كمان. هي من أكثر أنواع الماعز في العالم في تحويل اللحم، أقل الماعز في نسبة الدهن، أعلى معدل نمو في العالم، لذلك العالم كله اهتم بيها ورباها، وإحنا على إثر العالم كله بدأنا نهتم بيها ونربيها ونعمل منها إكثار في ظل الظروف الضيقة جدا المتاحة لنا. إحنا لو نلاقي فرصة كمربين
والدولة تدعمنا وتوفر لنا السلالات دي على حسابنا، يعني يسمحوا لنا نستورد على حسابنا، هنعمل شغل كويس جدا. عندنا مربين مهتمين بالسلالة اهتمام جيد جدا، وعملوا منها شغل كويس حتى في التهجين، واللي ايديهم طايلة وعندهم سلالات بيور انتجوا منها، وقدامكم نموذج ان شاء الله كويس ومشرف لرؤوس البور اللي احنا قدرنا نحصل عليها ونعمل لها اكسار. فاحنا بنأمل من الدولة تساعدنا في ان احنا ننتج السلالة دي ونعمل منها اكسار، حتى يبقى عندنا فائض في اللحوم زي بقيه الدول اللي دخلتها وبقى عندها. يعني احنا مثلا لو نيجي نقارن سلاله البور بالماعز البلدي عندنا، هنلاقي ان الجدي البلدي في احسن الظروف بيوصل لوزن من 35 ل 40 كيلو خلال سنه. ماعز البور الجدي في الظروف المتوسطه بيوصل من 70 ل 80 كيلو في السنه، عشان الدم عندنا مقفول والطلايق عندنا برضو نسبتها مش زي بره. لكن لو عندنا طلايق محترمه زي اللي موجوده في العالم كله، هنقدر نوصل لاوزان 100 و120 كيلو عند عمر سنه، يعني بنضاعف انتاجنا 3 اضعاف في العام الواحد، بنضاعف انتاجنا من انتاج اللحوم 3 اضعاف. فاحنا بنامل ان الحكومه تبص لنا وتبص للشباب. احنا سمعنا ان الحكومه طرحه برنامج لتنميه المليون ونص فدان، فبنامل ان الحكومه تدرج انتاج ماعز البور او السلالات المنتجه للحوم في خطه تنميه المليون ونص فدان. احنا لو عندنا مثلا النهارده خدنا الشباب اللي مش لاقي شغل وبيشتكي وعايز يشتغل وعايز ينتج، وادينا كل شاب 5 فدادين زرع منهم جزء برسيم حجازي وجزء ذره وجزء قمح، وانتج العلف الاخضر والعلف المالئ والعلف المركز من ارضه، وادينا له 10 امهات ماعز بور، اللي يقدر يدفع على حسابه ماشي، واللي الدوله تدعمه وتقسط له عن طريق البنك ويسدد ماشي، هنقدر خلال 2 3 سنين بالكتير نعمل شغل محترم جدا نكتفي به ذاتيا، بدل ما بنستورد لحوم وبتستنزف كل العمله الصعبه بالنسبه لنا، وبتقلل قيمه الجنيه بتاعنا قدام العملات الاجنبيه بسبب الاستيراد. احنا كمربين ساعدنا لما الرئيس خصص 200 مليار لدعم المشاريع الصغيره للثروه الحيوانيه والدجينه والسمكيه، وكنا نامل ان الوزاره تخصص ولو حتى 1 مليار لدعم تربية وإنتاج وصناعة الماعز في مصر، سواء كانت منتجة للألبان أو كانت منتجة للحوم. إحنا لما رحنا الوزارة وكلمناهم قالوا إن إحنا ممكن نجيب لكم 7000 راس، تجمعوا مع بعض وتجيبوا 7000 راس، والتكلفة هتكون في حدود 9000 جنيه. 7000 راس في 9000 جنيه ب 63 مليون، يعني أقل من 1 مليار. مليار، إحنا عندنا 200 مليار، عايزين 0.5 مليار منهم بس يتجه لاتجاه استيراد الماعز، وممكن يكون في استيراد سلالات الاغنام المنتجه للحوم زي اغنام الدوربر والتكسيل والسافولك. الكلام ده هيفرق معانا جامد، هينقل لنا نقله جامده جدا في انتاج اللحوم. الحل في انتاج اللحوم مش ان احنا نستورد لحوم للذبح او لحوم للتربيه من بره، الحل في ان احنا ننتج. السلاله ديت نشات منشاها جنوب افريقيا، ومن جنوب افريقيا انتشرت في جميع دول العالم، لان هي بتتميز بمقاومتها العاليه للامراض وبتتاقلم بسهوله مع اي بيئه بتتنقل ليها. والدول الثانيه دي بره جميع القارات حسنوها لغايه لما وصلوا بها لاعلى المستويات، ودخلت عندنا مصر تقريبا في سنه 96 وراحت مراكز البحوث، بس للاسف يعني اهملوها ما حصلش فيها اي تطوير. فاحنا كغواه هنا بنحاول نلمها على قد ما ربنا يقدرنا، وبنعمل معاها الشغل اللي ربنا يقدرنا عليه ونحسن فيها، بنحاول نوصل لاعلى مستوى عشان ننافس مع الدول ديت يعني. ويا ريت بقى كل الناس الغاويه، لان احنا عدد كبير جدا غاوي معروفين يعني في الجروبات بتاعتنا والرابطه بتاعتنا، يا ريت يحاولوا وما يقاسوش، لان فيه ناس بالفعل بتحاول وبتتراجع، وطبعا انا عارف ان هي سعرها عالي جدا بالنسبه للوضع بتاعنا اللي احنا فيه ده، بس برضه مفيش يأس، بنحاول وبنحاول مرة ومرة ومرة، وإن شاء الله ربنا يعني يكرمنا ونوصل للمستوى ونقدر ننافس مع المستويات اللي هي بره دي، وإن شاء الله ربنا يسهل الحال والحكومة تدخل لنا أي دم غريب، لأن إحنا عاملين زي ما نكون في دايرة مغلقة، كله دم واحد تقريبا قريب من بعضه. هي دخلت مصر في الفترة اللي هي سنة 96 ديت،
وما فيش أي حاجة غريبة جات من بره. وفي المنطقة العربية انتشر ماعز البور جدا لجودته وسرعة نموه وتأقلمه مع الأجواء العربية، لكن في مصر استوردناه في منتصف التسعينات ثم منع استيراده، وظل محبي هذا النوع من ماعز البور يبحثون عنه بكل السبل، أما بالتهريب من ليبيا أو بتهجينها مع سلالات أخرى خاصة الشام. احنا هنتكلم النهاردة على ان احنا حاولنا نوصل لمستوى ماعز البور. بالنسبة لان انا شاب ما قدرتش اجيب ماعز بور 100%، ماعز بور بيور، فحاولت ان انا احسن السلالة البلدي والسلالة الشامي واجيب جدي بور 100% بيور، وهجينه على امهات بلدي وامهات شامي عشان اوصل بيه لمستوى كويس واحسن بيه سلالة اللحم اللي موجودة عندنا، لان سلالة اللحم عندنا بدأت تتدنى بالنسبة للبلدي وبقت اوزانها ضعيفة من 35 ل 40 كيلو، فاحنا حاولنا نوصل لاعلى من كده ووصلنا ل 70 و80، ده اللي احنا حاولنا نوصل له وده اللي احنا وصلنا له فعلا، ووصلنا لاوزان ممتازة ووصلنا لنتائج جيدة، بس احنا عايزين نحسن السلالة افضل من كده، عايزين تسهيلات اكتر ان احنا نقدر نجيب معيز بور بيور بالكامل ونبدأ نحسن في سلالة اللحم على مستوى البلد بالكامل. عايزين نبدأ نساعد الشباب، الشباب عايز يشتغل بس مش لاقي ومش قادر، عايزين نساعدهم ان هم يقدروا يشتغلوا، نشيل الصعوبات اللي قدامهم، نبدأ نعمل لهم حاجة، الشباب عايز يشتغل. المربيين المصريين يواجهون عقوبات في استيراد سلالات جديدة لتطوير سلالة البور الحالية، والمطلوب ببساطة فتح باب الاستيراد أو أن الدولة تشتري 10 أو 20 ألف رأس أصلية وتعيد بيعهم للمربين والشباب والمستثمرين. جدد تحية مشاهدينا الكرام، ومعانا ضيوف مشرفينا هنتكلم معاهم عن الماعز البور، ونبتدي بشمهندس مدحت العربي صاحب أحد المزارع. حضرتك مشرفنا وسعداء ان حضرتك بتلفت نظرنا لتربية الماعز البور، يمكن احنا كمصريين لسه مش عارفينه بشكل جيد. حضرتك مشرفنا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا باشمهندس سامي الحسون، اهلا بيك يا فندم، مستثمر عربي في بلدك الثاني، ثقه غاليه في الاقتصاد المصري وفي المشروعات التنميه الزراعيه، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. خلينا نعرف في البدايه استاذ مدحت، مشاهدين اول مره يسمعوا عن سلاله باسم ماعز البور، في البداية عايزين حضرتك تدينا فكرة. طبعا التقرير يمكن أظهر حاجات كتير، لكن حضرتك يعني مستثمر موجود على أرض الواقع وعندك خبرات في المجال، نحب ننقلها لشبابنا، لأن زي ما حضرتك عارف احنا داخلين على مشروع مهم للغاية، مشروع 1.5 مليون فدان. شبابنا بيقارنوا دلوقتي ما بين الفرصة والفرصة البديلة، حضرتك بتقدم لنا يد العون لعرض الموضوعات الخاصة بتربية الأغنام وخاصة البور. فضيفة. وماعز البور دلوقتي حاليا يعني هو دلوقتي أصبح رقم واحد في العالم من حيث نسبة التحوير في اللحم، جودة اللحم، نسبة التصافي، فهو يعني أصبح مشروع متداول في العالم، غطى على كثير أو من السؤالات. احنا هنا ممكن نبدا بيه، هو يتميز الممكن يبدا بالنسبه للشباب كمشروع بسيط، مش محتاج راس مال كبير، محتاجش مكان واسع قوي، احنا بنقدر بعدد فلوس محدده نبدا بيها جيده، بس احنا المشكله عندنا ان السلاله ما زالت قليله في مصر. عدد دخل احنا عندنا اول قطيع دخل في اول 2000 او في اخر التسعينات، هو اللي ده اللي شغالين بيه الى الان. مده طويله، مده كبيره جدا، فطبعا الدم كلوست قوي مقفول، لازم طبعاً نجدد، لازم نعمل، بس احنا حاليا من يعني نسبه قليله موجوده عندها ماعز البور البيور في مصر اللي هو البيور 100%، والاغلب اللي هو خليط، فطبعا الخليط بيفقد نسبه كبيره جدا من صفاته. فاحنا طبعا بنبدا حاليا لو مشروع لشاب جديد او كده، فبيستغل ان احنا بناخد عدد من بسيط من البور بنهجنه مع السلالات المحلية بعد عملية انتخاب ليها. بس طبعا ده بيقلل برضو من جودة، بيقلل كتير
بيقلل كتير جدا من من المعز. طيب خلينا نعرف ايه السبب يا فندم ان حضراتكم مش قادرين تدخلوا نفس السلاله؟ مفيش استيراد. مفيش استيراد. وهل في اسباب لوقف الاستيراد؟ هو مش واقف، هو في يعني هم سامحين بيه بس بشروط صعبه قوي. يعني ما تتحش كتير قوي من المربيين. وبعدين طب شروط في محلها ولا في غير محلها؟ هي في محلها بنسبه. يعني هو طبعا خوف الاوبئه والامراض اللي هي تيجي من اي بلد من البلاد، ده طبعا حاجه جوهريه ومهمه، بس احنا ممكن نتغلب عليها. يعني احنا مثلا في بعض الحيوانات احنا انا مثلا لو بربي حاجه غير ماعز، كخيل، ككلاب مثلا، كاي حاجه طيور زينه، بقدر اجيب من اي مكان في العالم. فلو هو سمح ان الدوله هي تستورد او تسمح للمربين ان هم يجربوا من الخارج سوالات خاصه بيهم عن طريق الطيران حتى، بلاش يعني الشحن وكده، فهتبقى عمليه بسيطه وسهله قوي. اكيد. باشمهندس سامي، انا يعني عايزه لحضرتك الاول تقول لي ايه وسائل الجذب اللي قدمها لحضرتك السوق المصري للتواجد في نشاط الاستثمار في الاغنام وخاصه اغنام البور؟ يعني اكيد كان في نقاط جذب حضرتك انجذبت للسوق المصري بسببها. طبعا اول حاجه عبقريه المناخ. المناخ المصري مناخ مزارع استجمام. الماعز هو جزء من منظومه، جزء من تجربه. فانا رحت السودان مثلا، بلد جميل وكده، بس درجه الحراره كانت رهيبه. حسيت ان انا مش قادر استمتع بالتجربه كلها، تجربه الرعي. الرعي ده يعني كانت شغله الانبياء. فلقيت في مصر عبقريه المناخ، اعتداله، جماله، ترحيب الشعب بيا، ما حسيتش ان انا غريب. اكيد يا فندم. فحضرتك سعودي يعني اقرب اقرب دوله لمصر هي السعوديه، فمش ممكن تحس بغربه نهائي، ولا احنا كمان عندكم نحس بغربه. وان شاء الله ده هيستمر الى الابد. اكيد اكيد اكيد، يعني ده عهدنا طول العمر ويستمر باذن الله. طيب خلينا برضو نسال حضرتك عن اللي دفع حضرتك للاستثمار في النوعيه دي بالذات. هل نوعيه الماعز البور حضرتك شفتها مربح اكتر من غيره بالمقارنه لما ابتديت تعمل دراسه الجدوى للمشروع؟ والله اول شيء جذبني للماعز البور انه في امريكا، لما بدت امريكا تستهلك بور، تستهلك ماعز، لانه وجود مسلمين جدد في امريكا وتنامي عدد السكان المسلمين، لقيتهم في امريكا لما يشوفوا معزه اللون ابيض والراس بني اللي هي البور، اللي هي شكل البور، يشتروها لانه يقولوا انه طعمها حلو. فبديت ابحث ليه هم بيفضلوا الماعز ده. لقيت الماعز اولا معروف ان الماعز نص الكوليسترول ونص الشحوم اللي في الضاني اللي في الخرفان. فالماعز هو خيار اخف، خيار امثل واخف، امثل واخف. يعني انا من خبيره التغذيه بتاعتي لما قالت لي انت تاخد 200 جرام المفروض تاخد 100 جرام، قلت لها بس انا باكل لحم ماعز، قالت لي اذا خد 200 جرام، قلت ياها. فطبعا هو اختيار ذكي ان الانسان ياكل ماعز ما ياكلش ضاني. بس خليني اقول لحضرتك ان مش كل المطابخ العربيه بتبقى متقبله اكل الماعز. يعني عندنا هنا مثلا في مصر مش بيميلوا قوي لاكل الماعز والخرفان، لكن يميلوا طبعا الابقار والجاموس. لكن خليني اقول بيحكمنا شويه ما تعودنا عليه. يمكن عندكم في السعوديه الامر شويه مختلف. فهل حضرتك جسيت نبض السوق المصري في المبيعات واحتياجه؟ أولا المشكلة في عملية الماعز أنه الماعز لا يحتوي على شحوم زي الديك الرومي. الديك الرومي صعب طبخه، صعب طبخه. في أمريكا بيحطوا الترمومتر فيه وصعب ينشف بسهولة، لا يقبل الشوي لأنه لا يوجد شحوم فيه. فجودة اللحم الماعز أنه كمية الشحوم قليلة، الماعز مش سهل. البرتغاليين بيطبخوا، اليمنى بيعملوه، بيحفروا طبعا، طلعوه روعه. شايف ازاي؟ بدأ هنا بنعمل فيها الكلام ده دلوقتي. ياكلوا النيفه، ما هي ماعز. المغاربه بيحطوه في الطاجين، مش اساس المائده المصريه، ولكن هو يعني ليه اختلف عليه
المذاق عالي جدا، المقارنه ما بينه وما بين الاخر يمكن في السعر هو اعلى شويه، ويمكن ده من اسباب عدم ميول شريحه ليه كمان. ان الماعز اصلا كقوه غنى موجوده كميته قليله، كميه طبعا قليله جدا. احنا لما بنتكلم في معز البوري الوضع هيختلف تماما بالظبط، مع كمان يعني الظروف اللي حاصله في بعض الدول اللي كان موجود عندها الاغنام زي مثلا سوريا زي اليمن، ده طبعا ما بقاش موجود زي الاول، فالندره زادت بقى في مشكله. ويمكن ده يعني سبب من اسباب ان مصر لازم تقوم في الجزئيه دي بمنتهى القوه وتبتدي تشتغل عليها، لان حوالينا ما بقاش في دول كتير موجوده وتقدر تدعمنا بحاجه زي كده. خلوني لو تسمحوا لي استقبل اتصال تليفوني. استاذ محمد من المنيا، اهلا بيك يا فندم. استاذ محمد استاذنك تعود الاتصال مره تانية، انا اسفه انا طولت عليك في الانتظار. طيب يبقى لما حضرتك دخلت السوق المصري شفت ان ندره وجود تربيه الاغنام في السوق المصري تبقى ملاذ استثماري ناجح كمستثمر بيدور على الربحيه ورغبه السوق في المنتج اللي عايز يشتغل فيه، دي من اهم الاسباب اللي حضرتك اشتغلت عليها. طب اخترت منطقة ايه يا فندم انك حضرتك تشتغل فيها؟ في الماعز نفسها؟ المنطقة يعني اخترت فين في مصر؟ منطقة جميلة جدا في مصر، اسكندرية الصحراوي، الكيلو 52، كمان بتقرب من القاهرة، منطقة تربتها رائعة جميلة، هواها عليل، واقدر اعمل وفيها يعني اقدر ازرع حيوي، واقدر اخلي المعيز تعيش في بيئة ممتازة، ودام هي سعيدة مناعتها تعلى وأمراضها تقل وهتنجح، وأقدر إن أنا أستمتع بالمكان وفي نفس الوقت أمارس الهواية. طيب هو بما إن المزارع قليلة يعني يبقى أكيد حضرتك هتبقى سورس لبيع الانتاج، فخليني اعرف من حضرتك كصاحب مزرعه يعني بتشوف المستقبل ازاي في مزرعه حضرتك؟ هل هتقدر تعمل اكتفاء بالنسبه من السوق؟ نقدر نقول مثلا حضرتك هتحتل شريحه معينه من المبيعات، ولا لسه الحجم بما ان الاستيراد واقف ممكن يكون هو احنا مش مساعدك؟ في لغايه دلوقتي اللي احنا وصلنا له لغايه دلوقتي بنقدر ننتج وبنقدر نسوق، وبدا حاليا السوق المصري يتقبل، يعني بدا دلوقتي حاليا في مطاعم بتشتغل على لحم الماعز، يعني عندنا في الهرم في كذا مطعم شغال على لحم الماعز، بدا بعض السوبر ماركت حاليا بينزل لحم ماعز، بس طبعا مش بالكميات اللي احنا عايزينها. يعني خبرك يعني انت حضرتك دلوقتي عندك المشكله في قله الانتاج ولا وجود الانتاج لكن عدم رغبه السوق بشكل جيد؟ لا، قله الانتاج، السوق هيستوعب اي كميه. جميل، اخبر حضرتك يعني حتى رغم السعر يا فندم، يعني خلينا نقول ما هو انا اقول لحضرتك هو احنا السعر ممكن يعني نقدر نتغلب عليه بكميه بوفره الانتاج بكميه العرض تزيد اكيد حضرتك، فاحنا اللي احنا شغالين عليه، بس احنا مش شغالين بالسلاله القصيره، يعني احنا شغالين بجزء بسيط او من السلاله القصيره وبعد كده تهجين مع السلالات المحليه. بس التهجين حضرتك كنت من الرافضين ليه؟ لا بنسبه، يعني احنا عشان هو المتاح لينا، يعني احنا السلال المحليه بننتخب منها امهات بنبدا نهجنها على الذكور البور، فبيحصل تحسين للسلاله، كميه التحويل الغذائي بتاعنا، التحويل اللحم بيزيد بنسبه مش اللي احنا بنأمله. يعني احنا لو بنشتغل على البور كسلاله بيور هنطلع كميه احب عاليه جدا. احنا ممكن في الماعز البور مثلا بعد 4 شهور ممكن نذبح منه نطلع منه لحم، ده ما بيحصلش في بعد 4 شهور. في السلالات المحليه كان ده فقير جدا، يعني فرق كم شهر تقريبا يا فندم من سلالات البور والسلالات يعني السلالات البلدي مثلا مش اقل من سنه، وبتطلع كميه من لحم قليله والتصافي قليل جدا، يعني حتى لو افترضنا ان الجدي مثلا وزنه 40 كيلو او 35 كيلو كميه التصافي قليله جدا عكس البور. طب الاربع شهور تطلع لي يعني ماعز تقريبا كم كيلو؟ يعني لو هو السلاله سليمه والتغذيه سليمه ممكن نوصل لحدود 40 كيلو او 38 كيلو في 4 شهور، ده حاجه عاليه جدا. يعني احنا بنتكلم في تلتين الوقت اللي ممكن اي يعني سلاله اخرى. طبعا تقريبا طبعًا. تلتين طبعًا. الوقت وبعدين مع احنا مش بنطلع كميه لحم بس، احنا بنطلع جوده،
يعني مطلع كواليتي عالي جدا في البور، ومذاق مختلف، يعني حتى مذاق اللحم مختلف تماما. الرائحه اللي موجوده في المعز مش موجوده في البور. حضرتك نسبه دهون قليله جدا، الطراوه اللي موجوده في اللحم. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، لان مساله الريحه في الاغنام هي مشكله ناس كتير بتبعد عن اكل الاغنام. هو الكلام ده في الضاني كمان بيزيد عن الماعز. هو لحم الماعز ما فيهوش فيه الريحه دي. مظبوط مظبوط، ما فيهوش. وممكن يستخدم كلحم للطبخ زيه زي لحم الجاموسي. بس المرعى الجيده يا فندم في السوق المصري مش موجوده قوي، مش موجوده، يعني تلاقي مازال بعض الناس اللي بياكلوا الماعز. لا لا، دي منتشره جدا طبعا، وبالذات الراعي. الراعي ده مأساة عندنا هنا، ولكن طبعًا احنا بنشتغل في تربيه مكثفه مع سلاله قصيره مع راعي سليم، يعني واخد بالك، فبيدي جوده عاليه مع كميه لحم وفيره جدا. يعني في كتير قوي مزارع بره عامله كميات ممتاز. باشمهندس سامي، حضرتك تنصح شبابنا ان هم تقريبا يكون راس المال المبدئي لعمل مشروع لتربيه الماعز البور تقريبا يكون قد ايه؟ زي ما حضرتك عارف شبابنا في احتياج للنصائح من سبقوهم في الاستثمار، وحضرتك بالفعل ابتديت، وخلينا نتكلم هم الاراضي خلاص تم توزيعها عليهم او تمت خلاص، يعني لسه ما استلموش لكن مساله الارض خلاص منتهيه، لكن المنتج نفسه حضرتك بتشوف ان يقدر يبتدي بقد ايه تقريبا؟ طبعا دراسه جدوى اكيد. سعر الماعز غير متفق عليه، لانه اولا استيراده، كنا ان نشتغل بالماعز المحلي نسبه النجاح هتكون ضعيفه طبعا. احنا محتاجين مساعده، محتاجين نجيب سلالات متفوقه في نسبه التحويل، عشان نجيبها لازم يتثبت سعرها. طب دي مناشده يعني لكل المسؤولين اصحاب الصله بالموضوع، ان نتحرك تجاه فتح اسواق الاستيراد علشان بس ندخل القطيع اللي احنا محتاجينه، احنا نبتدي نحسن من السلالات اللي موجوده عندنا ونبتدي ننطلق. احنا بنتكلم على المشاريع متناهيه الصغر، دي النوعيه اللي تنجح في نوعيه المشاريع هذه، ودي المشاريع اللي البنوك تقدر ان هي تمولها والريسك يكون قليل، مخاطر والريسك ان هي قليل. ليه؟ التسويق 100% ناجح. انت بتروح السوبر ماركت بتشوفي لحم استرالي، بتروحي بتشوفي اسعار رهيبه، فالسعر احنا ممكن ننتج لحم ماعز بسعر في متناول الطبقه المتوسطه، فالشاب مش هيجد اي مشكله في التسويق، هو هيجد مشكله في الانتاج. لازم اوفر له معزه بتمن هو يقدر عليها، ومعزه تقدر تنقله، مش اعطيله، مش اديله معزه عمرها ما هتقدر تحط وزن. احنا بنروح بندبح المعيز في العيد وبنشوف كميه اللحم ما شاء الله، كميه مختلفه تماما، مختلفه تماما. لكن البور لما هتجي تذبحي العيله كلها هتاكل. البور بيتفوق على جدي، بيوصل ل 160 كيلو، 160 كيلو، يعني معزتين فوق السطح تقدر تاكل عيله، اسره اكتفاء ذات الاسره. شايف ودي مشاريع متناهيه الصغر، مش هتلاقي. طب خلينا نقول لمشاهدينا، هو يجيب المنتج منين؟ يعني احنا ما شفناهوش متداول. احنا مش عايزين من الدوله، احنا عايزين نفعل الشاب. الدوله عليها ان هي تشيل العراقيل، نستورد مواد الانتاج اللي هو معزه بور قادره على تحسين السلاله، وقادره ان هي تحط لحمه على المعزه، عشان لما انا اروح اذبح المعزه الاقي لحم. جميل، مش الاقي انيميا. طب خلينا نعرف الدول يا فندم اللي اقدر استورد منها، الدول المشهوره بيها. كل الدول دلوقتي حوالينا استعملته كله، تنزانيا يعني. افريقيا، اثيوبيا، كلهم عرفوا. بتفضل فين يا فندم؟ اقرب حاجه لينا، يعني اقرب حاجه لينا اسهل لنا ان احنا ناخد يعني منها. هي نقول متفوقه قوي يعني حاليا، كنا افريقيا بس موجود في زامبيا وتنزانيا وموجود في كل، بس هي طبعا كام دوله ام ومتفوقه جدا. طب المنتج موجود في مصر نقدر ندور عليه موجود، بس كميته قليله وبالتالي اسعاره غاليه.
جميل تقريبا يعني بكام يا فندم؟ لا اسعار متفاوته يعني احنا مثلا لو بنتكلم مفيش متوسط سعر لا بلاش نقول السعر بلاش نقول السعر يعني غير عاديه اسعار مذهله بس برضه يعني الاسعار يعني المذهله دي بيستخدموها البروفيشنال قوي يعني المزارع اللي هي بتنتج امهات بيور وكده هي دي اللي هتبقى اسعارها غاليه قوي او بنتكلم على الشاب طبعا مش هيقدر يشتغل في الكلام ده بس ممكن يشتغل في الجيل الثاني او الثالث فهيكون السعر قريب قوي يعني وفي متناول الايد يعني طب البدايه تقريبا تكون بعدد دروس قد ايه للشاب عايز يعمل مشروع متناهي الثمر ما هو لازم يتعلم الاول مش ممكن يروح ويحط راس ماله في عدد كبير من الماعز وهو مرحله التدريب هو في ميزه فهو يعني ممكن يعملها في مرحله زي العقار مرحله اولى مرحله ثانيه مرحله ثالثه لغايه لما يتعلم وياخد ثقه في نفسه ويبتدي يزيد يبتدي يزود ممتاز بس في الاول لازم يعرف سعر المعزه معزه البور تجيله بسعر في متناول يده بدون عراقيل والعلف طب يشتريها في عمر قد ايه يبتدي يشتريها في عمر كمبتدئ كمبتدئ او لا يفضل ما يجيبش السن الصغير يفضل هي جابت بطن او اتنين قبل كده دي هتبقى اسهل ومحتاجه خبره اقل جميل يعني حضرتك بتنصح ان ما هو ما يشتريش السن لا الصغير. يعني اللي ما عندوش خبره اول مره يفضل يجيب حاجه تكون من مصدر موثوق فيه ويكون هل في اماكن معينه يا فندم معروفه ان هو حالياً يقدر يشتري حالياً منها المزارع الخاصه حاليا موجود في بعض مراكز البحوث موجوده بس يعني برضه مازال عندنا المشكله اللي هي طيب حضرتك شايف يا فندم ان المشروع ممكن نعممه يعني ممكن يحصل انتشار ليه ولا شايف في عوائق غير مساله استيراد السلاله من الخارج لتحسين السلاله اللي موجوده نتيجه الفجوه من السنوات الكتير اللي ما حصلش فيها استيراد طبعا ما حصلش فيها هو فيها ميزه جميله جدا مع تربيه الماعز ان هي ممكن تستخدم المخلفات الزراعيه في اي ارض زراعيه يعني احنا ممكن مثلا لو هو اي شاب عنده ارض مثلا 5 فدادين من اللي بيتوزعوا دول فالمخلفات الزراعيه دي ممكن تكفي 70% من التغذيه بتاعه المعز او يزيد ما يكفيش يعني ملهوش غذاء مخصوص يكبد المستثمر تكاليف لا بالنسبه احنا ما بنتكلمش عن بنتكلم على الشاب يعني شاب صغير لو المستثمر ده قصه ثانيه فدي ميزه يعني هو لو عنده ارض يعني وجاب مثلا 10 رؤوس او حاجه مش هيكلفوه في التغذيه حاجه خالص يعني طيب حاجات بسيطه جدا يعني ميزه المعزه عن الغنم زمان كان يقولوا المعزه ممكن تاكل ورق جرايد فاكر زمان كان يقولوا كده بس طبعا ده مش صح يعني ورق شجر ولكن ممكن المعزه عبقريتها ان هي ممكن تحول اي حاجه ممكن تاكل ورق الكافور ممكن تاكل ورق الايه الكيموكاربس اللي عدي ده يعني ليه اديها ده ببلاش ليه اديها شعير هي ممكن تحول كل ده في مكلفة. كل ده في الاخر بتحول في معدتها نيتروجين يعني عكس بقيه الحاجات هنا بقى عبقريه المعزه المعزه دي بتتكيف واعتمادها على الطبيعه زي الغزال هما بيقارنوها بالغزال في تربيه الغزال كده يعني مش محتاجه حتى حليبها اقرب شيء لحليب الام حليبها ده في ناس عندهم مشكله في اللاكتوز وفي هضم الحليب حليب الماعز والجبن بتاعه الماعز طبعا مطلوبه عالميه في كل الجبن طبعا فاحنا بنتكلم وكذلك جبن الماعز جبن غالي برضه يعني احنا بنتكلم على كنز في ايدينا انت عارف البور ده 30% منه اصله بيرجع لايه البور ده كان في جنوب اللي عملوه بتوع جنوب افريقيا كلمه بور يعني فلاح باللغه الهولنديه بالداتش كويس 30% من البور ده المعزه الزرايبي المصريه المعزه الزرايبي المصريه العبقريه اللي كانوا السفن ايام زمان ما كانش فيه ثلاجات كانت سفينة تطلع من اسكندرية لليفربول يستنوها الفلاحين الإنجليز يعملوا طابور عشان يشتروا المعزة المصرية الزرايبي عشان نوبي ويسموها نوبي وعملوا منها سلالة في إنجلترا اسمها الأنجلولوبيا شايف ازاي؟ فالبور ده 30% منه من هنا من البلد دي من الأساس من البلد خدوها واستعملوها وخلطوها بالمعزة الأفريقي والمعزة الأوروبية اللي هم جايبينها وعملوا المعزة البور احنا بقى عايزين يعني ناخدها هي هجين ما بين الماعز المصري والماعز الاوروبي والماعز الافريقي بس هجين اختراع هجين مدروس وكان هجين منعين طبعاً وكان طبعاً منعين تصديره الاولى كان منعين تصديره في يوم في السبعينات كان الجدي كانت المعزه البور ب $100,000 في امريكا ليه كانت جنوب افريقيا قافل عليه كاختراع زي ما كانت قافله على النعام زمان شايف ازاي وكانوا وتهرب لامريكا عن طريق الايه يعني هم الجنة. بيعرفوا قيمه اللي معاهم وبيحسنوا منه ويطوروا في سلالات كتير قوي بدات من حاجات محليه مصريه يعني
هو الفرق بس ان في مجتمع بيحب ان هو يطور الحاجه اللي موجوده عنده، ومجتمع اخر بيفرط في الحاجه اللي موجوده عنده. احنا هنطور اكيد، احنا هنطور ما دام في وجود مستثمرين زي حضراتكم عندهم الوعي والمعلومه، وتوعيه الفلاح اكيد هنطور جدا. احنا عايزين في يوم من الايام عيله بسيطه تقدر ان هي اكتفاء ذاتي، تعمل اكتفاء ذاتي بدل ما تروح تشتري حليب للطفل من الصيدليه، حليب مدعم، ونحط على الحكومه اعباء. معزه ده في معيز قوي. في معيز بتعمل 8 كيلو حليب في اليوم ما شاء الله، يعني هي اكثر انتاجيه من البقر، اكثر انتاجيه من الجاموس بالنسبه للحجم. وايه مصاريف تاكلها؟ انا عشان اكل بقره عايز لي فدان، فدان برسيم عشان اكل بقره، لكن دي ممكن تاكل من بقايا البيت، تاكل اي حاجه. فاحنا عندنا افكار جميله وتقدر تغير في المجتمع، بتاكل اي حاجه جيده، عايزين نحط عليها بتاكل اي حاجه جيده. بنتكلم على حاجه طبعا حط شيء جيد عشان بس في بعض المعلومات المغلوطه تتكلم ان الماعز بياكل حتى لو شيء فضلات مش جيده. حضرتك حط شيء جيد، لازم حاجات حيويه وحاجات جيد. طبيعيه وحاجات ادي اكل حلو. احنا بنقول مخلفات زراعيه مش مخلفات مخلفات زراعيه اكيد. اكيد لان انا حبيت بس انوه عن الجزئيه دي، لان طبعا احنا بعض المعلومات المغلوطه زي بيقولوا بتاكل ورق جرايد زي الحاجات اللي بنشوفها في الاغنام، عشان بس بنشوف بعض الراعيين الغنم اللي بيبقوا موجودين في الشارع. نقص توعيه في المربي المصري او الراعي المصري، يعني فرق كبير جدا بين الراعي في مصر والراعي الاغنام في اي بلد تانية. بشكر حضراتكم، شرفتوني وقد كده معلوماتكم وفيره، واتمنى ان نكون معاكم خطوه في خطوه في مشاريعكم، وليا طلب انك تكونوا سند لشباب مشروع 1.5 مليون فدان، يعني يكون في همزه وصل وادوات تواصل، ونتمنى ان احنا نكون الاداه الرئيسيه لحضراتكم. مستعدين تماما. نتمنى يا فندم، لان هم فعلا محتاجين للمعلومات ومحتاجين للمسانده، محتاجين للتجارب اللي يعني سبقتهم قبل كده وتم تنفيذها. حضراتكم شرفتوني، وتوعدوني بلقاء اخر. شكرا ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، هيكون معانا في الفقره التاليه الدكتور عيد المنياوي، وهنتكلم معاه عن بحوث خاصه بالاغنام، ونكمل بيها المعلومات لحضراتكم عن الاغنام. انتظروني. لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ومعانا مشرفنا في الاستديو دكتورنا العظيم دكتور عيد المنياوي. اهلا بيك يا فندم. الباحث في قسم بحوث الاغنام في مركز البحوث والانتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. هنكمل مع حضرتك نقاشنا عن الاغنام. تمام. زي ما حضرتك عارف احنا منبر لشباب مشروع 1.5 مليون فدان لتقديم النصيحة والإرشاد والاستضافة ضيوف كرام زي سيادتك. الله يكرمك. لنقل المعلومة، لأن هم مفتقدين جدا الإرشاد في مجال التنمية الزراعية. تمام. كانت معنا في الفقرة السابقة بنتكلم بالأخص على الأغنام البور، الماعز البور. الماعز البور. طيب خلينا بقى نتكلم بشكل أشمل شوي. وجود حضرتك كمتخصص يخلينا نطمع ان احنا نتكلم في كل الانواع. تمام. زي ما حضرتك عارف شبابنا لسه بيبتدوا، منهم ناس مش خريجين زراعه، مش طب بيطري، فاكيد معلوماتهم مش هتكون كافيه لبدء المشروع. تمام. زي نقلل المخاطر على شبابنا، وازاي نديهم افكار لمشروعات غير تقليديه باقل المبالغ الممكنه يبتدوا بيها. تمام. من وجهه نظر حضرتك انواع الماعز اللي ممكن يبتديها شبابنا كبداية جيدة ومربحة. تمام. هو في البداية أنا بشكر حضراتكم على هذه البرامج المفيدة واللي هي هدفة وهي بتساهم أن احنا نتحول من مستهلكين لمنتجين، ده هدفنا، بحيث نقلل الأسعار بتاعة اللحوم ونمنع جشع التجار والجزارين. والله يا فندم ده حلم للمجتمع كله. هو الحلم موجود والأمل موجود بإذن الله، لأن كل حاجة تتغير وتبقى أحسن بإذن الله. نتمنى بإرشادات بسيطة وبشوية نصائح كده الناس هتبقى كويسة بإذن الله، ويبقى فيه اكتفاء ذاتي بإذن الله، لكل أسرة حتى مصرية تعمل اكتفاء ذاتي. والله يا فندم هو مشروع 1.5 مليون فدان رجع لنا الأمل مرة تانية. وجود 1.5 مليون فدان زراعة ده الحياة. تمام. هيرجع مصر لسابق عهد. وعلى فكرة ده يعني برضو يعتبر مجرد بداية، احنا عاوزين نتوسع اكتر واكتر. على الاقل 4 مليون يعني فدان. احنا عايشين في مساحة بسيطة من مصر، فاحنا عاوزين نستغل المساحات التانية يعني. فانت زي ما قلت حضرتك يعني اصبت لب الموضوع، هو الهدف من اي مشروع ايه؟ الحصول على اعلى انتاج باقل تكلفة. وازاي يعني؟ عندنا 3 انظمة للاغنام والماعز.
في النظام اللي هو اسمه بتاع المستثمرين اسمه النظام المكثف. انا لما كانت هي المعزه والنعجه حيوانات رعي، فلما كانت بترعى كانت بتاخد كل احتياجاتها من المرعى، يعني حاجة غنية بالكالسيوم، حاجة غنية بالفوسفور، حاجة فيها بروتين، حاجة فيها طاقة، فأنت بتعمل نظام مغلق، فلازم توفر لها الحاجات اللي كانت بتاخدها بره توفرها عندك في احتياجاتها عندك في المزرعة بتاعتك. لو ما عملتش كده ما تقوليش بقى أنا هأكل أي حاجة وخلاص، لا، لازم تبقى في عليقة متزنة، عليقة فيها كل الاحتياجات اللي بتؤدي لإنتاج عالي. دي بداية، ده اسمه النظام المكثف في إنتاج الأغنام والماعز. النظام الثاني اللي هو النظام العادي، النظام العادي بتاعنا اللي هو كانت ايه في حاليا متبع في بعض القرى، ان انا موظف فمش ما عنديش وقت ارعى، والكبش او التيس ليه 25 انثى يلقحهم، فانا لو جبت 5 بس ولقحتهم بكبش يبقى مش اقتصادي. فانا بقول للناس، يعني كنت بدي المحاضرات في على مستوى الجمهوريه من اسكندريه لاسوان للوادي الجديد للقرى الخريجين، بيقولوا احنا ما عندناش وقت، وانا ما عنديش امكانيات اجيب اكتر من 5. قلت له لا، عشان تنجح ويبقى نواه مشروع هات كبش وكبش احتياطي و25 انثى، تمام، تيس وتيس احتياطي و25 انثى. يعني احنا طب انا في 27 العدد، انا ما عنديش، بيقول انا ما عنديش برضه ومفيش وقت. هقول له طيب ما انت ما تجيبش واحد برضه المال السايب يعلم ايه السرقه، يعني انا ما اجيبش حد يرعى لي غنمي مش هيبقى امين عليها. لكن احنا مثلا التعاون بقى، التعاون مفيد جدا في المرحله اللي احنا فيها. فقلت كل 5 كل 7 مع بعض، كل واحد يجيب 5 تمام امكانياته، ونجيب الكبشين شرك مع بعض، وكل واحد يطلع يرعى حاجاتي لو انا هتستخدم اللي هو النظام اللي هو نظام الرعي علشان اقلل التكاليف شويه بتاعه التغذيه وارعى، يبقى كل واحد ماله جوه مش مستاجر، فيطلع يرعى. المشكله دي اتحلت من خلال مقترح شركه ريف المصري انها وزعت جميلة القرصات جميلة على جميلة. حد الادنى 10 والحد اقصى 23. انا كنت بشرف على مشروع كانت بتعمله الجمعيه الشرعيه، وكانت انا من المنيا، فكانت عملته في المنيا عندنا، كانت بتدي كل اسره فقيره 4 معزات كعهده، ويجيبوا التيس في القريه يلف يلقح الايه عند كل، فعمل كلام كويس. وهو برضو جابوا الراجل المتخصص العلمي، ما اعطوهاش للناس دي ملهاش في العلم او ملهاش في التكنيك بتاع التربيه، فبقيت اروح اشرف معاهم. كان عمل طفره وعمل ونمى الاسر المصريه الفقيره. ممتاز. تمام. فهو النظام اللي هو ده النظام اللي هو ايه اللي كل مجموعه مع بعض يجيبوا تيسين و35، الكبش ممكن نلقح 75 حسب إيه، حسب يا فندم حضرتك تبدا ب 25 اقل حاجه. أوه. يعني علشان يبقى مشروع اقتصادي ابدا ب 25 انثى، لكن ممكن يوصل ل 75 حسب جوده الكبش وحسب صحته وحالته الجسمانيه. تمام، جميل. لكن 25 ده الحد الادنى، الحد الادنى اللي هو اقتصادي على اساس التلقيح برضو، التلقيح رابطها بالتلقيح. التلقيح اقتصادي، ان يبقى تيس و25 وفي تيس احتياطي عشان لو تعب ده. تمام. فابتدوا الناس تعمل كده وابتدى يبقى عندهم دخل. طيب في اللي عندنا بقى النظام الثالث اللي هو المربي الصغير، وده مهم جدا جدا زي ما قلت لحضرتك، محدش بيوصل له المعلومه، ودول 95% من الثروه الحيوانيه في مصر عند المربي الصغير ده. يعني كل اللي اتكلمنا فيه والمستثمرين و مصلحه الدوله انها توعي. ما هو بس ايه، يعني في حلقه مفقوده. احنا بندي المهندسين الزراعيين في مديريات الزراعه، نفترض ان هم ينزلوا يروحوا يوجهوا الناس. تمام. احنا ممكن ننزل، يعني احنا انا كان ليا اقتراح ان انا نعمل طلب ان احنا بمجهودنا الشخصي، بس انت يا مديره الزراعه في اي بلد نزلينا الكره وفرينا وسيله الايه ان احنا نوصل للناس دي، ونقول لهم ايه الاتجاهات الحديثه علشان نزود الانتاج. 95% عندهم، يعني كل اللي فات اللي هو 95% يا فندم من الثروه الحيوانيه عند المربي الصغير. اللي هو ايه المربي الصغير، توصيفه ايه؟ اللي هو بيمتلك 5 حيوانات، حماره وبقره وجاموسه ومعزتين او غنمتين، ده اسمه المربي الصغير. تمام. فهو مش لاقي اللي يرشده، مش لاقي الطرق الحديثه. احنا حتى لما بنعمل الابحاث، يعني انا اشتغلت في الدكتوراه على حاجه بتزود النمو شويه، تزود انتاج اللبن، بنتكلم على مستوى الاطنان بالطن، لكن عشان اوسط او ابسط المعلومه او ابسط الخدمه للمربي الصغير بنعمل باكج صغير، يعني جرعه صغيره علشان تبقى رخيصه في الثمن وتبقى تروح للايه للمربي ده، ان هو يزود انتاجه، يعمل اكتفاء ذاتي للاسره. هنحارب الجشع بتاع الجزارين وجشع التجار بان كل اسره اكتفت ذاتي، فمش هشتري كتير، فهيبتدي السعر ينزل. يعني مظبوط.
تمام مظبوط. طبعا هو يعني 95% دي نسبه كبيره جدا. كبيره جدا. فبالتالي انا لازم يكون عندي خطه واضحه تمام لزياده تمام. توعيه المستثمر الصغير أكيد أكيد. بما يملك، لان تمام. اللي بيملكه ده هو شيء بيأثر على الكل أكيد على المجتمع ككل. أكيد طبعا أكيد. لو لا قدر الله كان في سلوكيات غير صحيحه في التربيه او التغذيه او 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 كل ده هيأثر يعني على المجتمع ككل. انا عن نفسي شخصيا اقدم لحضرتك ان انت بتنزلي وبتصوروا بتروحوا عند مربين صغار، فمتطوعين نيجي معاكم وندي الارشادات وانتم موجودين وازاي هم يحصلوا على اعلى انتاج بتكلفات بسيطه جدا يعني. طيب يا فندم، في المركز عند سيادتك هل في تجارب بالفعل لتحسين الوضع الحالي للانتاج الحيواني؟ هو انا في قسم بحوث الاغنام والماعز في معهد بحوث الانتاج الحيواني. القسم ده زيه زي قسم الانتاج الحيواني في كليه الزراعه، فمش انا بس المنوط بيا الانتاج الحيواني او الاغنام والماعز. لكن هناك دور. هناك دور ولينا في كل محطه في كل محافظه، يعني معتبر منتشرين على مستوى الجمهوريه شويه محطات بتحاول توفر الحاجه دي للمربين بتاع كل منطقه. كذلك كليات الزراعه في الاماكن المختلفه من اول الوادي الجديد لحد اسكندريه، المفروض كليات الزراعه بتقوم بالدور ده، وبيبقى في تعاون مع مديرات الزراعه في ان هم هل الدور مرضي وفعال وليه بصمه اقدر اشاور عليها واقول ده الدور وده نتيجته؟ يعني احنا في كامل استعداد عندنا، احنا ابلايد شويه، احنا تطبيق شويه، مش اكاديميين زي كليه الزراعه. ممتاز. يعني احنا تطبيقيين، فاحنا ما عندناش طلبه بتدرس، احنا عندنا ابحاث ومعامل وبنجرب احسن حاجه ايه وبنوصلها وبتنزل في نشر. لا في رسائل وماجستير ودكتوراه وفي ابحاث، علشان نترقى لازم نعمل ابحاث وبعد كده. وانا لسه بفضل الله مترقي استاذ مساعد قريب ما شاء الله. مبروك. ففضل الله يعني ابحاث ان شاء الله تتطبق. هي هو ده اللي انا عايز اقوله. التطبيق هو ده اللي انا عايز اقوله. هي عايزه تكاتف ازاي بقى حضرتك؟ أيوة. ما نقولش الدوله بس. لا يعني عاوز تكاتف بين المستثمرين يتبنوا الابحاث العلميه ويبقى العائد ليهم. يعني خد البحث وخد براءه الاختراع، يعني انا واخد براءه الاختراع في بعض، خدني عندك يا عم وخده ليك انت بحيث انك تستفيد منه وننمي ايه الانتاج ونزود الانتاج بتاعك. اكيد يا فندم. في ابحاث كتير خاصة في المجالات ما لها علاقة بالتنمية الزراعية، دليل على كده ان احنا عندنا مثلا 40,000 باحث في مركز البحوث تمام. منتشرين على انحاء الجمهورية ومع ذلك اثر وجودهم وابحاثهم احنا كمواطنين مش قادرين نشوفه بشكل جيد تمام. لان المفترض العدد ده بالمقارنة ما بينه وما بين اعداد في دول اخرى اقل بكثير، رغم كثافة السكان زي الصين مثلا تمام. العدد في الباحثين عندها أقل بمراحل وعدد السكان أكتر بكثير، ولكن قدروا ينهضوا بالتنمية الزراعية وما يتبعها من مشروعات صاحبة صلة بيها. فللأسف في فجوة. من وجهة نظر حضرتك الفجوة دي حاصلة ليه؟ وهل في تحرك تجاه معالجتها؟ هو حضرتك أهم عنصر في التنمية العنصر البشري، الموارد البشرية، وده اللي استغلته الصين. طب استفادت من القوى البشريه عندها. ما نقولش ان احنا في انفجار سكاني ونقعد نشتكي منها، لا. طب نستفيد من الزياده دي نوظفها ونخليها تعمل انتاج ونوفر لها الامكانيات لكده. فاحنا بنعمل ايه عندنا في مركز البحوث؟ بنحاول ان احنا نعمل الابحاث ونبسط المعلومه وننزلها في نشرات، ده دورنا تمام. لكن انت بتقول 40 كمواطن. انت بتقول 40,000 باحث، مش تخصص واحد، تخصصات مختلفه جدا. انا ما وصلليش حاجه منهم كمواطن تمام. انا عايز النهارده الدوله تستفاد من الابحاث. ما انا هقول لحضرتك حاجه، فين الفجوه؟ أي أي. يعني ما انا هقول لحضرتك حاجه، يعني اصل الناس برضو الناس بتستخدم التكنولوجيا خطا. يعني ازاي؟ اصل انت ما تقوليش المعلومه مش واصلاني. انا لو يعني الناس اللي كانت هنا دي قبليه، يعني الناس كويسه جدا، ناس عاوزه تشتغل، فبتجابت المعلومه، تجيب المعلومه ازاي؟ بسيطه جدا، وابسط في اسر عندها نت. بس ما كانش يا فندم ده يبقى حال الزراعه في مصر اذا كان شبابنا العباقره اللي ضيعوا، مش هقول ضيعوا، استغلوا عمرهم في الخير والصح وفي اتجاه تنميه وطنهم والابحاث اللي عملوها دي كلها كان بان على التنميه الزراعيه بشكل ايجابي تمام. في حلقه مفقوده انت قلتي في الوقت المليون ونص فدان ده بنبتدي نعمل خطوات انها طب إيه يعني تقدر تقول نتكلم في المستقبل؟ يعني طيب. خلينا ايه ما نبكيش على اللبن المسكوب. جميل. نبص هو مش لنص بكاء. الكوب ما نبصش نص الكوب الفارغ، نبص هو مش بكاء قد ما هو ان انا ببص لمحه بسيطه على الخلف واخد منه دروس مستفاده
تمام. يعني القفز على العقبات تمام. اللي كانت موجوده اللي تسببت في المشكله. على فكره حضرتك بفرح جدا لما بيجي لي شاب لسه خريج ويقول انا عاوز اعمل مشروع، بحب قوي ان هو هيتحول من مستهلك لمنتج. جميل. تمام. فالعايز بيجي لحد عندنا، واحنا على فكره بنعمل دورات تدريبيه مجانيه للناس اللي عشان نديهم الاسس، زي ما اللي قبليه قالوا كده ان هم عايزين لازم يبقى متعلم في الاول، فيجي ياخدوا الاسس النظريه وبعدين ينطلق ونروح معاه ونثبته على رجله ونوقفه بحيث انه ينتج. لازم ندخل الامل، الامل موجود اكيد يا فندم. طيب قسم البحوث الاغنام يا فندم، هل عنده احصائيه بالمشروعات الخاصه بالاغنام على مستوى الجمهوريه؟ هو اللي بيجي لنا بيثبت عندنا في سجل الزيارات وبيثبت عندنا، لكن اللي ما بيجيناش ما بنعرفش. لكن في نشاط، يعني في نشاط للوصول للناس دي، وبنحاول بقول لك الوقت النت داخل في كل حاجه، بننزل اعلانات على النت ان احنا عندنا دورات، عندنا نشرات، تعالوا اسالونا واستشارات تحت امركم في اي وقت. تمام. واللي بيجي بيستفيد. طب نقدر نحدد حجم مشروعات الاغنام الموجوده في انحاء الجمهوريه ونحدد مثلا كثافتها وندرتها حسب المناطق؟ هي اساسا يعني هي قليله. تمام. لان هي الاغنام والماعز بتحتل المرتبه الثالثه بعد الابقار وبعد الجاموس. تمام. لكن الناس مش فاهمه على فكره مشروع الاغنام والماعز، ويعني وسيله من وسائل حل اللي انت بتقولي بتطلبي ده، ان هو ايه ميزه الاغنام والماعز؟ ميزتها انها متوسطه بين الوحده الصغيره اللي هي الدواجن والارانب وبين الجاموس والابقار. ايه الميزه؟ ومخاطرها اقل. ما انت برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. لو انا هشتغل سعره صغير وسعره قليل الدواجن، لكن الانشاءات بتاعته مكلفه، لازم اعزل العنبر عن الدواجن والارانب، اعزله عن مخاطر التعامل ومخاطر معاها الريسك فيها. المطلوبه تمام. اداره المشروع لازم تكنولوجيا عاليه ولازم كثافه عماله. صح كده. في امور كتير. تيجي عند الابقار والجاموس السعر غالي، يعني انا افك بالبقره بثمن البقره 10 غنمات او 10 معزات، لو ماتت البقره مات راس المال بتاعي، لكن لو لا قدر الله في نفوق، هنا نقول في نفوق لنعجه او معزه، انخفاض في المخاطر، انخفاض في المخاطر، بتقلل المخاطر وبتعوض الربح بتاعها لو نفق واحد. ده سبب مشجع على فكره للمستثمرين. ما انا عاوز اقول لك الاسباب المشجعه ان انا اعمل ايه. تمام كده. غير طبعا الـ 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 يعني اللحوم نفسها هي اكثر صحه. ممتازه طبعا. بسبب حضرتك في نوعين من انشطه مشروعات الاغنام والماعز اللي احنا بنتكلم عليه، كل اللي فات ده تربيه، وده برضو ايه عايز برضو اللي هو متوسط، يعني المتوسط، المربي المتوسط او المستثمر المتوسط. لكن المستثمر الصغير لو عايز دوره راس مال سريعه وعايز دراسات جدوى كويسه، يعمل النظام التثمين بقى، ان انا اشتري الذكور صغيره تمام واسمنها، في خلال 5 شهور بتوصل لوزن معين، وعندنا موسم عيد الاضحى والاضحيه، والناس بيبقى فيه اقبال شديد على الماعز والاغنام لقله السعر بتاعها. فده برضو مشروع كويس جدا للشاب الصغير اللي عاوز يبدا، لو بدا ب 10 هيدخلوا له ربح كويس. تمام. 10 ذكور يسمنهم. لكن ايه الفايده من التربيه؟ لما تتولد عندي الذكور دي، انا لو اشتريت الذكر من السوق مثلا ب 1500 2000 جنيه انا هيتكلف عليا مش هيتعدى ال 1000 جنيه، يبقى انا وفرت في ثمنه، لو اتولد عندي في مزرعتي وفرت 500 جنيه في ثمنه، يبقى انا ساهمت في زياده الايه الربح بتاعي. اكيد. حضرتك لو تسمح لي معايا اتصال تليفوني، استاذ عمرو من الجيزه، اهلا بيك يا فندم. استاذ عمرو. طيب يا ريت حضرتك تحاول تكلمنا مره ثانيه. طيب خليني اقول مشروع 1.5 مليون فدان، ارض بكر جديده، بنحاول نشوف المشروعات الامثل في كل حاجه، المناسبه للمناخ طبعا، لان المناخ الموجود مثلا في منطقه زي المغره اكيد مختلف عن اي منطقه تانية غير الصحراوي مثلا. تمام تمام. فحضرتك بتشوف ان هل تربيه الاغنام في مناطق المشروع 1.5 مليون فدان هي الاختيار الامثل لشبابنا بالمقارنه ما بين الدواجن او الارانب او على سبيل المثال الابقار الجاموس؟ حضرتك بتشوف الميزه النوعيه اللي موجوده عند الاغنام اللي بيها اختار تربيه الاغنام كترتيب ليه اولويه عن بقيه المشروعات؟ تمام. هي جزء لا يتجزأ من انتاج الحيواني، يعني برضه الابقار مطلوبه والجاموس مطلوب والدواجن مطلوبه وليهم ناسهم اللي بيشتغلوا فيهم. لكن بالنسبه للاغنام والماعز لازم يبقى في تكامل في الاستصلاح. اكيد. يبقى في انتاج زراعي وانتاج حيواني، ما ينفعش اعمل انتاج زراعي بس، انتاج حيواني بس. ايه الرابط اللي بينهم وايه الاستفاده من الاثنين من بعضهم؟ اولا
اي مخلفات تطلع من الانتاج الزراعي، ده بقى اللي هو ايه 70% من تكلفه مشروع الانتاج الحيواني، واكتر من 70% تغذيه. فلو انا خفضت من التغذيه يبقى زودت الربح بتاعي، تمام كده؟ كذلك يبقى انا باخد المخلفات بتاعه المحاصيل بتاعتي اللي هي مزروعه في ارضي، بدل ما تعمل لي عبء، تعمل تلوث بيئه، تعمل سحابه سوداء، التخلص منها اتخلص منها بطريقه خاطئه، بتعمل عندي مشاكل بيئيه وتلوث، لا ده انا اخدها وبحولها لاعلاف رخيصه الثمن، وبتساهم وبتسد فجوه من الاحتياجات الغذائيه للحاجات دي. باخد بقى من استخدمت شيء طبيعي، هو شيء طبيعي، وباخد ما الحاجات التانية شيء طبيعي بس بتستورد فسعرها غالي، زي الحبوب اللي هي الذره الصفراء، زي الاكساب، كزب الكتان، كزب فول الصويا، فاسعارهم غاليه جدا. يعني اقصد اقول مش هيكون، يعني هي مش بديل، لا مش بديل، بتقلل من استخدام الحاجات التانية بالظبط، بتخفض شويه يعني، تمام كده. فانا بعمل ايه طب وايه استفاده بقى الارض من الاغنام والماعز؟ ان السماد اللي هو الروث بتاعهم مهم جدا ومفيد في رفع خصوبة التربة وتحسين الأرض. ممتاز. ففي تكامل بين الأغنام والماعز، ومن أحسن ومن أجود الأسمدة البلدية هو سمد الأغنام والماعز. طيب ثقافة كل دولة فندم في مطبخها واختيار المائدة بتاعتها. طبعا زي ما حضرتك عارف أن المجتمع المصري ما مش بيميل قوي للأغنام أو الخرفان. يعني تلاقي الموضوع ده شوية مش رائج، تلاقي دايما اللحم الجاموس، الدواجن، الأرانب شوية، زي مثلا مشكلة برضو النعام. مش كلنا بنقدم على شراء الأغنام أو النعام. هل احنا محتاجين نغير ثقافة المائدة المصرية شوية؟ لا مش كده، هو السبب ايه؟ ولا غلو الثمن. ايوه انت كده يعني، النعام دي حاجه غاليه، والاغنام والماعز اغلى من البقر والجاموس، فالمواطن عايز حاجه اللي هي على قده وتسد رمقه وتسد جوعه، بس تبقى سعرها على قده. فالاغنام والماعز مقبول جدا ورائج جدا، لذلك في الاضحيه الناس بيبقى الاقبال اكتر من البقر والجاموس، عشان طبعًا سعر الوحده صغير، تمام طبعًا. فبيطبق سنه وبياكل لحمه كويس، وفي نفس الوقت سعره قليل. طيب سعره رخيص، سعره اغلى لو اتباع كلحم، يعني لو انا اشتريته لحم من بره من عند الجزار اغلى، فده اللي بيخلي الناس ما تقبلش عليه اكتر. يعني زي ما حضرتك عارف على مستوى العالم في تغيرات كتير سريعه، في بعض الدول توقف الحياه فيها بنسبه كبيره، زي مثلا دوله زي سوريا. سوريا مثلا كانت من الدول اللي عندها انتاج للاغنام بشكل جيد، وكانت بتصدر بشكل جيد زي اليمن، وهم متميزين جدا جدا باكل الماعز وتربيته. فبالتالي مع طبعا دول أفريقية أشقائنا بدأوا ينتبهوا من سنوات طويلة أن لازم يكون في اهتمام بتربية الأغنام. فحضرتك شايف من وجهة نظرك أن الأجواء الحالية للدولة المصرية مع الظروف المحيطة بها بيكون سبب قوي أنها تعيد نهضة تربية الأغنام مرة تانية؟ مطلوب جدا أنها تتجه اتجاه جيد وجدي في الموضوع ده، ولازم نعيد حساباتنا، ولازم نتجه للأغنام والماعز بحيث انها تسد الفجوة الغذائية للمواطن من البروتين الحيواني، تمام كده. فالأغنام والماعز مهمة جدا في رفع مستوى المعيشة للأسرة، بتعود في عائد على المجتمع، اللي هو بحاول ان انا اخد المخلفات بغذيها بها، فبخلص العبء من التلوث البيئي من المجتمع، بخلصه في تحويله الألاف. وكذلك بترفع بتشتغل عماله، في عماله بتشتغل الاسواق العالميه. فندم هتستقبل مني اذا قدرت اعمل اكتفاء ذاتي؟ هل السوق العالمي عنده طلب للمنتج، ولا يبقى التارجت بتاعي او الهدف بتاعي اللي انا عايز اوصل له هو الاكتفاء الذاتي وفقط؟ انا اكتفاء ذاتي دي مرحله مبدئيه. جميل. علشان احنا عندنا النقص، لكن بعد كده ان شاء الله لو مشينا بمزارع نموذجيه والارشادات الزراعيه من البحوث الزراعيه، هنعمل منتج متميز، والناس يعني البلاد الاخرى هتاخده مننا وهتبقى ليه مطلب. فده متوقف على جوده المزرعه اللي هتعملها وجوده المشروع اللي هتعمله، وهتطلع منتج شكله ازاي عشان يبقى عليه اقبال. بشكر سيادتك يا فندم، شرفتنا وكتير معلومات في منتهى الأهمية، وعرفنا يعني ان هيحصل تطور كبير من الأمل اللي حضرتك النهارده حدثتنا بيه. اكيد اكيد طبعا، انا بفضل الله الدور العظيم اللي المركز زي ما حضرتك وضحت ان بالفعل بدا يكون في انتشار لحضراتكم في اماكن كتير، وبتبثوا الأمل لكل المزارعين حتى الاستثماراتهم صغيره، حضراتكم مهتمين بيهم. بشكر حضرتك يا فندم، واتفضل يا فندم. حضرتك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، في يعني بيضيف لي حاجه تانية، ان انا مدرب دولي كشاف على مستوى الوطن العربي.
فدي بتضيف ازاي؟ اضافت لي ازاي من زمان وانا في الموضوع ده، ان تحويل الحاجات التي ليس لها قيمه لحاجات لها قيمه. ده الهدف العام لخلاصه الكشاف. ومدرب تنميه بشريه بيلقبوني بمدرب البهجه والفرحه. ده حقيقي. فانا دايما بدخل البسمه وبدخل الفرحه على الناس والامل ان ان شاء الله هيبقى سما جميله وعيون بتلمع وشاب مصر تفتخر بيه. انا سعيده ان انا كنت مع حضرتك النهارده، وهاخد منك وعد انك تكون معايا دايما باذن الله، لان شبابنا محتاجين للعلم اللي عند حضرتك والنصيحه اللي حضرتك بتقدمها. بشكر حضرتك. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهارده كانت فيها امور كتير، يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدرنا نطرحها على حضراتكم. انتظروني بكرة في نفس الميعاد على ألف خير. تحياتي. بإيدين أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل، بالصبر هيحلى وهيهون، يا رب بفضلك قدرنا، وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخدرها، وساعدنا بإيدين